السلام عليكم، انا احمد الامام وبودكاست جديد، والنهارده معانا باشمهندس محمد يحيى وهيكلمنا عن السي كيو ار اس. باشمهندس محمد من الناس اللي اوريدي بتفيد الناس من بدري، وانا عن نفسي واحد من الناس اللي بتتعلم منه، واعتقد ناس كتير منكم يعرفوه وتعلموا منه، فكانت فرصه كويسه ان احنا نجيبه ونساله ونستفيد منه، وان شاء الله مش هتبقى اخر مره وهيجي معانا كتير ان شاء الله. باشمهندس محمد ازيك؟ انا سعيد جدا انت معانا النهارده والله. باشمهندس احمد، ازي حضرتك؟ والله ده شرف ليا جدا، وانا يعني سعيد النهارده ان شاء الله ان احنا نبقى مع بعض في التوك الجميله دي، واسال الله عز وجل ان هي يعني تكون مفيده بالنسبه للناس، ويعني نحاول ان احنا بقدر الامكان كلنا نسري المحتوى العربي بالتوبكس اللي ممكن فعلا ان هي تفتح للناس افاق جديده، يعني سورسز جديده في التعلم وهكذا. فان شاء الله باذن الله تكون يعني حلقه كويسه بامر الله. إن شاء الله. السؤال المبدئي المعروف في أول الحلقة، مين باشمهندس محمد يحيى؟ وأنت مسمي نفسك تقريبا في اللاست نيم بتستخدم محمد عبده، فأنا عارفك محمد يحيى، فخلاص يعني لا، انت فاهم يعني هو انا اسمي محمد يحيى، محمد يحيى عبد المطلب، عبده هو اخر اسم عندي. انت عارف طبعا لما بتطلع بره مصر بيبقى السؤال دايما ايه الفيرست نيم واللاست نيم؟ يا جماعه احنا ما عندناش احنا الكلام ده خالص، فانت فاهم بالظبط. عبده هو اخر اسم، فمحمد عبده هو محمد يحيى. فيعني الحمد لله رب العالمين. يعني انا الحمد لله اشتغلت في المجال، كان بدايتي في 2004، بس انا طبعا في البدايه خالص ما كانش اهتماماتي نهائيا في حته السوفت وير انجينيرنج بالمره. يعني انا كنت اصلا جاي من نتورك باك جراوند، فدوست جامد في الموضوع ده في مايكروسوفت وسيسكو بالذات، لان انا كنت مهووس شويه في حته النتوركينج. وبعد كده عملت الشيفت بتاعي في 2006 واتجهت للانجينيرنج، فدي كانت البدايه بتاعتي الحقيقيه في الانجينيرنج. ومن وقتها بقى كان الاهتمام الاساسي بتاعي او الفوكس بتاعي ان انا ابدا افهم مش بس انا بكتب كود ليه، او ان انا مثلا بديزاين سيستم ليه، او بديزاين سيت اوف سيرفيسز ليه، لا الاساس بتاعي ان انا ابقى فاهم كل جزئيه انا بعملها بتؤدي الى ايه في الاخر، ايه المشكله اللي احنا بنحاول نحلها من خلالها، ليه بستخدم لغه عن التانيه، ليه بستخدم اركتكتشر باترن او ستايل عن التاني، الاوفر اول سيستم كوميونيكيشن باترنز اللي انا بستخدمها بتحل لي ايه من مشاكل وهكذا. ف الحمد لله رب العالمين، يعني فترات كتير من حياتي كانت في مصر، وكانت في المملكة العربية السعودية، وأخيرا طبعا كانت في ألمانيا. وأنا حاليا شغال سينيور سوفت وير انجينير في شركة اسمها فليكس باس هنا في برلين. ويعني إن شاء الله بإذن الله، يعني زي ما قلت لك، يعني نحاول في الفترة اللي جاية إن احنا نثري المحتوى العربي بقدر الإمكان بكل الحاجات اللي ممكن تفيد الناس فعلا، وتديهم الفرصة إن هم يكتشفوا آفاق جديدة، مستويات جديدة من التعلم تفيدهم، بس مش على المستوى الشخصي بس، كمان على مستوى الشغل اللي هم شغالين فيه ان شاء الله. طيب، قول لنا في البدايه السمري، ايه اللي هنتكلم عنه النهارده؟ الموضوع الاساسي اللي هنتكلم عنه، الناس عارفه ان احنا هنتكلم عن السي كيو ار اس، فانت برضو قول لنا بحيث الناس تبقى من الاول داخله مستعده اللي هتسمعه. هو الاركتكتشر باترن اللي احنا هنستخدمه النهارده هو السي كيو ار اس، الكوماند كويري ريسبونسابيلتي سيجريجيشن. هنتكلم عن لما بيبقى فيه سيستم، والسيستم ده طبعا زي ما انت فاهم داتا دريفن، يعني في داتا رايحه وجايه، ازاي انت بتقدر تتحكم في عمليات القراءه والكتابه على الداتا ستورج بتاعتك. وبالتالي بيجي عندك اوقات معينه بيبقى ممكن يبقى فيه ديماند للرايتنج اكتر من ريدنج، او ريدنج اكتر من الرايتنج. وده طبعا لما بيكون على بيرسيستنت ستورج واحده بيعمل مجموعه من المشاكل زي ما انت فاهم. طبعا بيبقى فيه كونفليكتات بتحصل النقطه للتانيه، خاصه لو انت السيستم بتاعك عليه لود او هايلي كولابوريتيف في مثلا انفايرمنت مثلا اكستنسيفلي فيها ترافيك عالي على السيرفيسز اللي انت شغال عليها، حتى لو السيستم واحد من ضمن السيرفيسز دي. فبتوصل لمرحله ان انت بتبقى محتاج على الاقل ان انت تسيبريت ما بين الريد وما بين الرايت، ما بين الريد موديل بتاعك اللي جوه السيستم نفسه وما بين الرايت موديل بتاعك اللي جوه السيستم. فواحد من ضمن الباترنز اللي ممكن تحل لنا المشاكل هي ازاي اقدر افصل ما بين عمليات القراءه بتاعتي على السيستم وبين عمليات الكتابه بتاعتي على السيستم. فهيبقى طيب، طبعا ان شاء الله هو ده الموضوع الاساسي. فاحنا في الاول هنتكلم ونقول يعني ايه سي كيو ار اس، وقبل ما نقوله بقى احنا يعني متعودين ان احنا بنبدا الاول بالمشكله، فنفهم ايه المشكله وبعد كده نشوف ايه الحل، وبعد ما نشوف الحل نشوف ايه المشاكل اللي نتجت عن الحل ده، لان غالبا ما فيش حل بيجي بيبقى يعني سحري بيحل كل حاجه، غالبا بيظهر معاه بعض المشاكل هي مفترض بتبقى أبسط من المشكلة الكبيرة اللي هو حلها، بس مشكلة ستيل بنبدأ ندور لها على حل. فابدأ معنا الرحلة بقى وقول لنا إيه المشكلة اللي عندنا من الأول.
والله هو زي ما قلت لك، يعني الموضوع بيتلخص في جزئيه مهمه جدا، وهو ان انت لما بيكون عندك الداتا هي اللي بتسوق الابلكيشن نفسها، يعني داتا دريفن، فبيبقى دايما عندك الشغف ان انت تبقى شايف عمليه القراءه بتاعتك بتكونسيوم الريسورسز بتاعتك ازاي، وعمليه الكتابه بتاعتك. لان في الاول او في الاخر انا لما بشتغل مثلا على ابلكيشن بتبقى في بداياتها خالص بتبقى عباره عن كراد ابلكيشن، كل العمليات البسيطه اللي انت ممكن تعملها عباره عن مجموعه يعني عمليات كتابه لانتيتيز جديده او ريكوردز جديده عندك في الداتابيس، تابديت اكزيستنج ريكوردز مثلا موجوده، وعمليات الديليشن يعني مش دايما بتبقى هي الريجولر اوبريشنز اللي موجوده على الداتا ستورج بتاعتك، ولكن الجزء المهم هو عمليات القراءه. لان انت في الاول او في الاخر لما بتيجي تبص بتلاقي ان انت القراءه بتاعتك مهمه جدا، عشان انت بتطلع فيوهات بيعتمد عليها اكتر من كلاينت. ممكن الكلاينت بتاعك يكون عباره عن موبايل ابلكيشن على سبيل المثال، فيبقى في ان بوينت مثلا هو بيريكوست منها ريسورسز. والقراءه بالذات حتى لما بتبدا بسيطه، ولكن بتوصل بعد كده لمجموعه من التعقيدات، ان انت بتبقى عايز تطلع في ريسبونس واحد مثلا للكلاينت بتاعك ايا ما كان هو ايه تاني، مجموعه من البيانات قد لا تكون موجوده في جزئيه واحده في الداتابيز بتاعك، قد تكون مثلا موجوده في اكتر من تيبل على سبيل المثال. فلما بتتعقد عمليه القراءه نفسها، وتبقى انت محتاج ان انت تبني ستراكشر واضح على سبيل المثال، والستراكشر ده معقد شويه، فالمشكله هنا عندك بتبقى في ان انت بتجوين كتير ما بين الداتا عشان تطلع الريسبونس بطريقه صحيحه. فيقول لك مثلا والله انا محتاج ان انا الريسبونس بتاعي مثلا يديني عباره عن لسته من الايتمز اللي انا بدور عليها زي اليوزرز مثلا، بس غير لما تيجي تقول له لا انا محتاج مثلا اليوزرز ومجموعه من البيانات الثانيه زي مثلا اساميهم اعمارهم اخر اكتيفيتيز كانوا شغالين عليها ايه اخر اربع خمس ريكوستات هم عملوها على السيستم بتاعي. وكل ما بتكتر البيزنس نيدز كل طبعا ما الفيو بيبقى اكبر وبيبقى معقد اكتر، وبالتالي كل ده بيكونسيوم من الايه من الداتا ستورج بتاعتك او البيرسيستنس ميكانيزم بتاعك ايا ما كان بقى، هو مثلا ريليشنال داتابيز نو سيكوال ستور مثلا وهكذا. فالمشكله الاساسيه ان انا بيبقى معظم الابلكيشنز عندي الريدز بتبقى غالبا اكتر كلود رقم واحد، ثانيا بيبقى عندي اكتر من لايك سورس بيقرا من عندي باشكال مختلفه، وبحتاج ان انا اجوين او اعرض الداتا دي باشكال مختلفه، فهضطر ان انا يبقى عندي سام هاو دي نورماليزيشن واي لعرض الداتا دي عشان اتجنب ان انا اقدر اقعد اجوين تيبلز كتير وهكذا. فظهر ان السي كيو ار اس كحل مبدئي للمشكله دي، صح كده؟ كحل مبدئي للمشكله دي، كواحد من ضمن الانماط او الباترنز اللي انت ممكن تستخدمها علشان تحل الجزئيه دي، وهي ازاي ان انا لو عندي الريد موديل بتاعي وصل لكومبلكستي انف ان انا محتاج افصله عن الرايت موديل بتاعي، ازاي اقدر احل المشكله دي. وهي طبعا باستخدام الباترن نفسه ليها اكتر من امبلمنتيشن، وده احنا ممكن نشوفه مع بعض في الايه في الدروينج اللي احنا ممكن نعمله للناس عشان برضو الناس تفهم احنا ايه بنتكلم عن ايه بالظبط. فانا النهارده محضر يعني بورد صغيره كده ممكن نرسم عليها الحاجه ونشوفها مع بعض لو انت حابب. حلو جدا، يا ريت نتكلم مع بعض عن الموديل بشكل اوضح شويه. انا كده الشاشه بتاعتي واضحه صح؟ تمام جدا. فزي ما اتكلمنا في البدايه يا احمد، يعني ان احنا لما بنيجي نقول مثلا ان احنا عندنا السيستم بتاعي هو السيستم اللي قدامي ده مثلا، نفترض ده سيستم A او B او ايا من كان، احنا بنتكلم دلوقتي بس على مستوى السيستم الواحد، وبعدين ان شاء الله هنموف مع بعض ازاي نشوف ان السي كيو ار اس نفسه ممكن يشتغل كانتجريشن باترن ما بين اكتر من سيستم. حلو جدا. الطبيعي بتاعي جدا زي ما انت عارف ان انا عندي سيستم موجود اهو، ولكن السيستم ده مرتبط في الغالب في بداياته خالص بداتابيز واحده. افترض مثلا دي الداتا سورس بتاعي والدي بي بتاعتي على سبيل المثال. فانا دلوقتي طبعا زي ما انت عارف انا لما بيكون السيستم عندي بيكسبوز مجموعه مثلا من الان بوينتس للناس علشان تقدر نيت كوميونيكيت معاه، بيبقى الان بوينتس دي بتاخد عمليه من اتنين ايا من كان بقى هي هتبقى عباره عن ايه. الغالب بتاعي ان انا بيكون عندي عمليات قراءه على السيستم نفسه، فانا ببعت ريكوستات عشان اريد وببعت ريكوستات عشان ايه ارايت. رايت. تعالى كده نستخدم كده ايه الداتا انا ايه رايتنج للداتا. ايه بقى الصعوبات اللي انت ممكن تواجهها
في البدايه انت ما عندكش اي صعوبات نهائيه. ليه؟ لانه السيستم بتاعك ممكن يكون زي ما احنا اتفقنا سيستم بسيط جدا قايم على مجموعه من الكراد اوبريشنز زي ما حضرتكم عارفين، كاريت داتا اللي هو سيمبل اب بالطريقه العاديه اللي كلنا بدانا بيها في شغلنا غالبا اي بروجكت في الاول هيبدا كده يعني. بالظبط كده، هو كراد سيستم بسيط جدا ما فيش فيه اي كومبلكسيتيز بالمره. طب بيفولف ازاي بقى او بيكبر ازاي بحيث ان انت بتوصل للمرحله فعلا ان انت بتبقى عايز تفصل عمليه القراءه عن الكتابه، وايه الامبلمنتيشن استراتيجيز اللي احنا ممكن نشتغل فيها بحيث ان احنا نقدر حتى نفرق ما بين امتى اشتغل بالاستراتيجي دي وامتى ما اشتغلش بالاستراتيجي دي. فانت بتيجي في مرحله بيبقى عندك الرايتنج صعب. صعب ليه بقى؟ الطبيعي بتاعي ان انا لما بتكلم عن عمليات كتاب على السيستم انا ما ببقاش مثلا عايز اتكلم عن انتيتي واحده يعني. ونفترض مثلا ان من ضمن الانتيتيز اللي موجوده عندي على سبيل المثال مثلا انتيتي اسمها ونفترض مثلا الاوردر، انا بعمل اوردر معين على السيستم بتاعي يعني. واحد من ضمن الانتيتيز اللي انا بكتبها غير لما يكون مثلا عندي انتيتي ثانيه مثلا زي انتيتي مثلا اليوزر ونفترض. فانت لما بتيجي تبص على الانتيتيز كل واحده منها بتختلف في كتابتها عن الثانيه. ليه؟ لان الانتيتي نفسها ممكن تكون سمبل ستراكشر وممكن في الاخر توصل ان هي تبقى ريتش موديل. ريتش موديل هنا يعني احنا بنحط مجموعه من البيزنس انفيرينس او الفاليديشنز علشان تتاكد مليون في الميه ان الموديل ده لما هيتبرسيست في الاخر في الداتابيس بتاعتك هيبقى بيرسيست بشكل صحيح. طبعا الناس اللي هي بتبقى بتفضل النوع ده من العمليات دايما طبعا زي ما انت عارف بتبقى في الغالب بتتجه الى الايه، الى الدومين دريفن ديزاين. ليه؟ لان هو اختار الانتيتي بتاعته من واحد من ضمن التكتيكال باترنز اللي هو بيبقى محتاج ان هو يشتغل عليها علشان ينكابسوليت كل البيزنس انفيرينس او اللوجيك بتاعه جوه الانتيتيز او الاجريجيت بمعنى صح ايا ما كان الاجريجيت فيها ايه. يعني الاجريجيت ممكن يكون فيها الانتيتيز بتاعته، الفالي اوبجكتس بتاعته على سبيل المثال، الدومين سيرفيسز لو ما عندوش الامكانيه ان هو مثلا ينكابسوليت اللوجيك في واحد من ضمن الانتيتيز، انتيتي واحده بيتعمل لها الكشن انها مثلا تبقى الروت بتاع الاجريجيت نفسها على سبيل المثال. فالاجريجيت كلها على بعضيها بكل التكتيكال باترنز اللي انت بتستخدمها جواها بتبقى عايزه ان هي تكيب كونسيستنسي بقى، يعني بيرسم باوندري واضح بحيث ان الباوندري ده ما يسمحش نهائيا ان الداتا اللي هتاخد مجراها جوه الاجريجيت نفسها انها تمس اب مع اي واحد من ضمن الايه التكتيكال باترنز اللي جوه. يعني ما ينفعش مثلا على سبيل المثال لو هنتكلم ونقول ان احنا هنكريت اوردر ان البيزنس بتاعي يقول لي ان اليوزر اللي على سبيل المثال مشترك ما بقالوش 3 شهور ان الاوردر بتاعه مثلا يكسيد ونفترض $60 يبقى انا واحد من ضمن الانفيرينس بتاعتي ان انا محتاجه امنتين الكونسيستنسي دي. فبالتالي لو اللوجيك ده موجود في الانتيتي نفسها او موجود في الايتيمز نفسها ان انا هحطها جوه الاوردر او موجود مثلا في واحد من ضمن الباترنز اللي موجوده اللي بتمثل الاجريجيت كلها على بعضيها، فانا بحاول ان انا اكيب الكونسيستنسي جوه الباوندري ده بحيث ان هو يبقى متكامل. طب ايه المشكله بقى اللي ظهرت معايا؟ المشكله ان انا الاول لما كنت باخد البيانات بتاعتي كانت ممكن تبقى عباره عن ايه، عباره عن الاوردر اي دي جاي مثلا من كلاينت معين كان موبايل او ويب ابلكيشن او ايا ما كانت، كان مثلا شويه الايتيمز اللي موجودين جوه والتوتال برايس كله على بعضه، فما كانش عندي فيه شويه اللوجيك اللي ممكن تخلي عمليه الكتابه اصعب. انما انت ممكن توصل بالسيستم بتاعك ان اليوز كيس الواحده اللي هي مثلا ان انا اتكلم عن ان انا اكريت اوردر، فلما اجي اقول مثلا ان انا كرييت اوردر فده كده ايه واحد من ضمن اليوز كيسز بتاعتي، بس هو عشان يشتغل صح هيتاتش ايه، هيتاتش الاوردر اجريجيت كلها ايا ما كان بقى هي فيها مثلا اوردر انتيتي عباره عن الروت بتاعتي، شويه ايتيمز برضو في شكل انتيتي ثانيه، شويه فاليو اوبجكتس مثلا عباره عن ماني اوبجكت او مثلا ولنفترض مثلا الاطباق بتاعتي المكونه مثلا للايتيمز نفسها وهكذا. فكل لما بيصعب البيزنس نفسه وانت بتحب ان انت انكابسوليت اللوجيك ده عشان تعمل انفورسمنت صح للبيزنس انفيرينس، كل ده ما بيخلي عمليه القراءه بتبقى، انا اسف يا ربي، عمليه كده بتبقى اصعب. بالظبط. وهكذا. طب لانك عشان خليني بس اوضح الحته دي، لانك عشان بقى الاوبجكت نفسه مرتبط بحاجات تانية بقت انكلودد معاه وانت عايز تكيب الداتا كونسيستنت. كونسيستنت بمعنى ان انا لو في حاجه متعلقه بالاوردر وليكن البرايس، والبرايس ده هو منفصل لانه بيتغير على حسب البلد، على حسب الظروف كتير، على حسب في ديسكاونت، فهو مش مجرد خانه موجوده عندك في التيبل، لا ده هو ليه تيبل منفصل او ليه ممكن يبقى ليه سيرفيس منفصله خاصه بالبرايسز. فانت عاوز تكيب الداتا كونسيستنت بين الاوبجكت الاساسي اللي هو الاوردر والاوبجكت الثاني اللي عندك اللي هو البرايس، فده معنى consistency اللي انت تقصده. بالظبط كده. التناسق ده
هو اللي بيخليك ان انت عارف انك لما هتبرسيست الريكوست في الاخر، حتى لو هو مش هيتاتش مثلا تيبل واحد بس، فانت عارف ان كل ده تم التاكد منه صراحه. لان اليوز كيس بتاعتك عباره عن ان انا بقول انا مثلا حكاريت اوردر، انا هدفع البيمنت بتاعتي، انا هلوك مثلا اليوزر اكتيفيتي دلوقتي، انا هعمل حاجه. لما تيجي تتكلم عن اليوز كيس انت بتدي اوردر للسيستم نفسه. فهنا فكره الكوماند نفسها، هنا فكره الامر نفسه، ان انت عارف هتكلم السيستم ازاي بانك تديله مجموعه من البيانات هي لا تشكل مع بعضيها يعني كائن اعتباري مش ملوش وجهه محدده، لا هي بتشكل يوز كيس حقيقيه، حاجه انت هتعملها على السيستم. عشان كده لما نيجي نتكلم بنقول كوماند وكويري، احنا بنتكلم عن كوماند على ان هو امر هيخلي السيستم ان هو يشتغل بطريقه معينه او ينفذ مجموعه من العمليات معينه. وبالتالي انت محتاج ان انت تبص على الفاليديشنز بتاعتك، تنفورس شويه بزنس انفارينس. البزنس انفارينس دي ممكن حتى الداتا بتاعتها ما تكونش متاحه في السيستم نفسه. يعني اديك مثلا مثال، تعال نقول على سبيل المثال ان السيستم اللي انا عملته ده كان معمول عشان يكريت الاوردرز، لكن وانت بتكريت الاوردرز انت لسه ما عندكش الامكانيه ان انت تتشيك البالانس بتاع المستخدم، لان انت لسه ما عندكش مثلا يعني لا اوثرايزيشن ولا اوثنتيكيشن انك تعمل عمليه زي دي. فبالتالي بتضطر ان انت وانت بتكتب الريكوست بتاعك او الرايت موديل بتاعك عشان ياتشيف الكونسيستنس دي، ان انت تروح تتشيك على سيستم تاني ان كان البالانس مثلا انف ولا لا وهكذا. فعشان كده الكومبلكسيتي ما بتبقاش بس في ان انت بتنفورس شويه انفارينس وبتكبر مع الوقت، او بتحط شويه فاليديشنز عشان الداتا تبقى كونسيستنس. ما بتقول مثلا ده لازم يبقى سترينج، ده لازم يبقى بوليان، ده مثلا ما ينفعش انه يبقى اكبر من 3، ده ما ينفعش مش عارف يبقى اصغر من 2، ده لازم يبقى بيفولفيل مثلا رول معينه في السيستم. بس ممكن حتى يكون في انتجريتي مع سيستم ثانيه، لان انت ما عندكش الامكانيه ان انت توفر الميزه دي في الايه، في النظام بتاعك اللي انت شغال عليه في الوقت الحالي. وبالتالي الكومبلكس دي بتوصل لمرحله ان انت لو عندك كونكرنت لود، انت عارف طبعا الانتيتي الواحده ممكن يتكتب عليها اكتر من 3 4 5 مرات من اكتر من مستخدم، ده ممكن بالعكس توصل معاك الى مئات او الاف مثلا ريكوستات على نفس البورت في السيستم نفسه. في الحاله دي انت هتهندل حاجه زي كده ازاي؟ وفي نفس الوقت اللي انت بتكتب فيه بياناتك انت ممكن تكون محتاج انك تقرا البيانات دي بشكل صحيح علشان تديها للمستخدم. فدي الحته اللي احنا بنحاول ان احنا نوضحها، ان انت بتوصل لمرحله من الكومبلكسيتي مش بس في الرايتنج، كمان في الريدنج. ليه بقى؟ انك بتيجي تقول في الاول انا كان عندي العمليه كلها عباره عن ابلكيشن بسيطه بتعرض لي في صفحه واحده بس شويه الاوردرز بالنسبه للمستخدم الواحد لو هو لوجد ان على السيستم، بس الموضوع تشعب ان احنا وصلنا بعد 4 سنين انها بقت ما بقتش صفحه ليستنج بس، دي بقت عباره عن داشبورد كامله. طبعا انت عارف لما بنتكلم عن داشبوردز يعني احنا بنتكلم عن ستاتستكس اكتر. فبالتالي عشان اوصل للستاتستكس دي او اوصل للاحصائيات دي بمعنى اصح، انا محتاج اجمع الداتا بتاعتي من اكتر من مكان. فممكن توصل ان انت بتكتب اقل وبتقرا اكتر بكتير. ولذلك عندك كده 2 كومبلكسيتي خلوك يفكروا ازاي اقدر ان انا احل المشاكل دي، ايه الباترن المناسب بالنسبه لي اللي اقدر استخدمه علشان احل المشاكل دي. وهنا يجي دور السي كيو ار اس، ازاي اقدر افصل ما بين عمليات القراءه وما بين عمليات الكتابه. بس علشان انا اقدر اوضح للناس ايه هو النموذج نفسه، فالنموذج مش عباره عن انتيتي عاديه انت بتشتغل عليها، يعني زي مثلا انتيتي انت كتبتها مثلا ب او ار ام واضح في جافا مثلا، كانت مثلا جي بي اي او كانت مثلا حاجه في سيمفوني او لارافيل مثلا انتيتي انت كتبتها، لا الاجريجيت نفسها ممكن تكون سيت اوف رولز كامله عباره عن جراف اوف ستراكشر بينكابسوليت جواه مجموعه كبيره من الانفارينس عشان تتاكد ان اليوز كيس الواحده اللي انت شغال عليها، سواء مثلا كنت بتكريت اوردر او هتدفع مثلا الاوردر بتاعك دلوقتي او هتعمل مثلا استعلام عن حاجه معينه، ان انت عارف ان البيزنس وصل لمرحله من الكومبلكسيتي انت بتحاول تنفورس الانفارينس دي عشان ما يبقاش عندك انكونسيستنت باوندريز، او بمعنى اصح مجموعه من الاختلافات ما بين الاجريجيت ستراكشر نفسها كلها على بعضها. فهنا بتوصل بتقول ان انا خلاص وصلت لمرحله ان انا عندي مثلا هاي ديماند على الريد اكتر بكتير مثلا من الرايت. طب انا هعمل ايه في حاله زي دي؟ وتعالى بقى بص ان انت احنا لسه لغايه هذه اللحظه بنتكلم عن نفس الداتا سورس نفسه. افترض مثلا ان الداتا بيس بتاعتك دي كانت ريليشنال داتا بيس، افترض ان هي كانت ماي اس كيو ال او 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 بوستجريس انستنس مثلا على سبيل المثال. فالبدايات بتاعتي في السيستم خالص لما كان لسه بسيط ان انا مثلا كنت بكتب الداتا بتاعتي في اوردر تيبل، بقى الموضوع اكبر شويه لان بقى عندي انتيتي وشويه فاليو اوبجكتس، وانا عشان افكر ازاي هبرسيست الاوردر بتاعي
بقيت بتاتش اكتر من جزئيه في الداتابيس بتاعتي، فبكتب الاوردر بتاعي في الاوردر ستيبلز مثلا، وشويه متعلقات تانية زي مثلا الاوردر ايتمز البرايسز بتاعتها، شويه حاجات تانية انا محتاج ان انا ابرسستها مع الانتيتي. فانت كده بقى عندك ترانزاكشن باوندري كامله، عشان انت مش هتكتب في مكان واحد بس جوه الايه الداتابيس بتاعتك. بالظبط. انت بقى الكومبلكسيتي بدات ايفولف ازاي من كيس بسيطه لكيس بتفولفيل بيزنس اكتر واكتر واكتر. وكل ما البيزنس بيبقى عنده نيدز اكتر، فانت بتنريتش الموديل بتاعك عشان في الاخر يتحول من انيميك موديل بسيط كان بيبقى عباره عن شويه كراد اوبريشنز عليه، لريتش موديل كامل بينكابسوليت مجموعه كبيره من الانفيرينس. انت محتاج ان انت تنفورس الحاجه دي علشان تتاكد ان انت عندك كونسيستنسي واضحه. حلو. طب انا دلوقتي كان نفس الموضوع بالنسبه لي في الريدز، انا كنت كل اللي بعمله ان انا عندي صفحه بسيطه بالنسبه للكلاينت بتاعي، ونفترض ان هو كان مثلا موبايل بسيط، ان هو كان بيجي يقول والله يا جماعه انا محتاج لكل يوزر مثلا لسته من الاوردرز بتاعتي الف ب ت على سبيل المثال. بس الموضوع كان بسيط جدا في الاول، لانه كان مثلا ممكن يكون عندك عباره عن ريبوزيتوري بسيط، وفي مثلا ميثود واضحه مثلا جيت مثلا ليست اوف اوردرز باي يوزر اي دي على سبيل المثال. الموضوع تطور بعد كده ما بقاش عباره عن ليست واضحه، لا ده الموضوع بعد كده بقى عباره مثلا عن داشبورد كامله. فانت ما بقتش بتجيب بس للمستخدم الاوردرز فقط، ده انت كمان بقيت بتجيب له حاجات تانية ممكن تحتاج ان انت جوين اكتر من تيبل او اكتر من ديتا بورت في البيرسيستنت ستورج بتاعتك كلها على بعضيها عشان تطلع الاوتبوت ده. طب ومع زياده القراءه بقى على السيستم نفسه، مع زياده القراءه على الداتا سورس نفسه، ايه اللي هيحصل معاك؟ فانت كده هيبدا يحصل معاك كونفليكتس. دي بتيجي من 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 من, من ناحيه ايه؟ من ناحيه ان انت ممكن مثلا السورس نفسه محتاج انه يسكيل عشان ياكواير مثلا او يادبت الاكبر عدد ممكن من الريكوستات. طب ومع الزياده الواضحه في الاعداد، هل دي مثلا بتبقى عباره عن زياده فقط؟ لا ده انت كمان معاك كومبلكسيتي بتزيد. النهارده كان الموضوع بتاعي عباره عن شويه لسته انا بطلعها، لا المره دي انا عندي فيو كامل بيجمع الداتا بتاعته من اكتر من مكان جوه الداتا سورس نفسه. انت طبعا عارف المشاكل اللي بتظهر معاك لما بيكون عندك مثلا داتابيز موديل مثلا زي الريليشنال داتابيز موديل، انت فاهم الاكستنسيف جوينز لما بتبقى موجوده على داتابيز سورس واحد، انت عارف ده بيكونسيوم قد ايه من الريسورسز بتاعتك، مش على مستوى الفيزيكال ماشين نفسها، انت عندك كمان الرامات بتاعتك، عندك ازاي الكويري اوبتمايزر مثلا هيفكر ازاي يجمع الداتا دي وهكذا. فبتبدا تفكر في حلول كتير. اول حاجه بتيجي في دماغك دايما ايه؟ اول حاجه انك هيش الداتا بالظبط، ايش بحيث ان انا اقلل الضغط على الايه على الداتابيز الاصليه الاساسيه. بس انت لما بتوصل للجزئيه دي فدي كده اول الخطوات اللي انت بتاخدها، ودي مهمه جدا ان احنا نوضحها للناس. ليه بقى؟ لانه دايما ندور على الحلول الابسط فالاكثر صعوبه فالاكثر صعوبه، ما تروحش دايما للوحش وتقول له تعالى بالله حل لي المشكله. بالظبط، دايما على الحلول البسيطه. يعني انا لو عندي مثلا كاشنج لاير هتتحط هنا وانا افترض هتحل لي المشكله بتاعتي خلاص تمام كتير من ان انا اروح مثلا سي كي ار اس دلوقتي، لان لسه هيبقى عندي كومبلكسيتي ثانيه احنا هنمنتنها في الطريق. فكده انا ممكن اكون حليت المشكله في البدايه، بس لقيت بعد كده ان انا مثلا عندي ديتا ستيل في اوقات معينه. ما هو انت في نفس الجزئيه نفس الريكوست نفسه انت بتمنتين ايه يا احمد؟ بتمنتين كونسيستنسي، لان دلوقتي انت عندك الداتا موجوده هنا بس برضو موجوده فين؟ في الكاش، والكاش بتبقى فيرجن قديمه او جديده على حسب انت شغال ازاي. بالظبط، فانت عندك فوق ات سيرتن بوينت اوف تايم انت عندك ستيل داتا، فانا مش متاكد مليون في الميه ان الداتا دي انا هعتمد عليها. وطبعا انت فاهم لما بيجي اتكلم عن الرايت غير لما بتكلم عن الريد. ليه؟ لان الريد بيبقى اخف بكتير جدا في حته الاوبريشنز عن الرايت. انا بالنسبه لي القراءه ممكن ما يبقاش مبني عليها ديسيشنز، بس الرايت بتاعي مبني عليه ديسيشنز كامله. عشان كده الكومبلكسيتي دايما في حته الرايتنج للداتا على مستوى الاجريجيت الواحده ممكن تصعب وتصعب وتصعب على احتياجات الايه البيزنس نفسه. انما انت لما بتريد الداتا احيانا بيبقى الناس عارفه ومتاكده انه انا مش دي هي الستاتس كو بتاعتي. مش هي دي مش لازم اقرا فريش داتا قصدك يعني. بالظبط كده، مش لازم دي تبقى الفريش داتا بتاعتي. وده بيحصل احيانا، وده احيانا بيحصل كمان في الشركات لما تكون هي مش حابه ان هي تنفست في unnecessary complexity. بالظبط، انما يعني هتحل مشكله انا مش ما عنديش مشكله ان اليوزر يشوف داتا قديمه يعني، او لسه ما ظهرلوش الاوردر هيظهر له كمان شويه، وده اوريدي حاصل في معظم الابلكيشنز يعني. بالظبط كده، لذلك مثلا تلاقي اول حاجه الناس بتفكر فيها ان هو ايه، ان هو يحط شويه conditions او statuses على الريكوردز بتاعته، فيقول لك مثلا هو بيندنج دلوقتي،
او انه مثلا احنا هن ابلاي التشينجز دي مثلا بعد دقيقه او بعد مثلا 30 ثانيه هتلاقي مثلا الفيو ده ادالك مثلا الستاتس كو بتاعتك انت اللي انت بتدور عليها في الصفحه بتاعتك او في الريكوست بتاعتك او في الريد كيس بتاعتك اللي انت عايز تشوفها قدامك اي مكان الكلاينت. وبالتالي بتدور دايما على حلول، بس كل حل انت بتضيفه فانت بتاد مينتنس جديد للايه للبلان بتاعتك. انت بتقول انا همينتين دلوقتي كاش لاير، طب عشان انا عندي مينتنس لكاش لاير فانا محتاج دلوقتي ان انا اد كومبوننت جديد للسيستم بتاعي، وبالتالي انا ريسبونسبل ان انا اخلي الداتا بتاعتي مش ستيل بقدر الامكان، ما يكونش عندي مثلا كاش ميسز، ودي بتحصل كتير زي ما انت عارف. غير بقى ان انت ممكن تخش في حقيقة في مشاكل تانية لو انت عايز تسكيل، ما انت عشان تسكيل دلوقتي انت محتاج برضو تسكيل اللير بتاعت الكاشينج على سبيل المثال وهكذا. فالناس بتبدأ تفكر في الحلول، بس لما بتفكر في الحلول بتفكر في الاسهل للاصعب في الاسهل للاصعب. فبتيجي هنا في النقطة اللي احنا اتكلمنا فيها، ان احنا وصلنا لمرحلة ان الديتا فيو بتاعتي او المودل بتاعي بقى معقد، لان هو بيضطر ان هو يجيب البيانات من اكتر من مكان جوه الديتا سورس الواحد. وهنا عندي عمليات الكتابة مثلا اقل من عمليات القراءة. فبتبدأ تفكر انا ممكن احل الحاجة دي ازاي. فجاي هنا دور السي كيو ار اس كباترنز، ويمكن كمان هو دريفن اصلا من كونسبت كان مشهور جدا اسمه السي كيو اس، اللي هو الكوماند والكويري ايه سيجريجيشن. سيجريجيشن بفصل ما بين الكوماندز والكويريز. بس ايه هي الكوماندز في الحاله دي؟ اللي هي الرايتس، والكويريز اللي هي الريدز. بالظبط. هي في الاول وفي الاخر لو انت جيت بصيت على السيستم نفسه هتلاقيها لا ترقى لاكثر من دي تي اوز، يعني داتا ترانسفير اوبجكتس. فهمتني؟ بتحدد شكل الكويري نفسه او شكل الكوماند نفسه. وعشان ما ناخدش يعني في التفاصيل في الفاليديشن بتاعها بيبقى عباره عن ازاي، او خلينا نقول بس دلوقتي ان احنا بنتكلم عن سيمبل اوبجكتس عندي موجوده في لاير معينه في السيستم بتاعي. فلما اجي اتكلم مثلا ان انا عايز اكريت اوردر، فممكن يكون عندي كرييت اوردر كوماند عباره عن دي تي او اوبجكت بسيط جدا، شويه بروبرتيز وشويه مثلا جيترز. كل اللي انا محتاجه ان انا ايه، ان انا ابين للسيستم شكل اليوز كيس عباره عن ايه. فما تبقاش مثلا العمليه عباره عن ان انا عايز اطلب منك دلوقتي ان انت تكريت اوردر جديد على ان هي مثلا تبقى شبيهه بان انت تيجي تقول ايه بالله ابديت التليفون مثلا بتاع اليوزر بتاعي، او ابديت مثلا السنه بتاع اليوزر بتاعي. العمليه هنا مختلفه تماما. الموضوع هنا بيعبره عن كوماند بيقول ان انا هعمل اكسكيوت لبروسيجر جديد على السيستم، اليوز كيس كامله على السيستم. فاليوز كيس دي لازم تبقى واضحه تماما، لازم تبقى لازم تبقى بتنفورس البيزنس انفيرينس بتاعتك بطريقه ان هي تمينتين تاني الكونسيستنسي دي. تمام. يعني انا اقول ايه بقى، انا عندي هنا فصل ما بين الاثنين. الفصل بيبقى عباره عن ايه بقى؟ الفصل بيبقى عباره عن ان انا ازاي اقدر ان انا ادي للسيستم الحريه في ان هو يريد الداتا بطريقه اسهل، وان هو يريد الداتا بطريقه اسهل وهكذا. فاول حاجه الناس بتفكر فيها لما بتيجي تشتغل سي كيو ار اس ان هي ممكن لسه تشتغل على نفس السورس، يعني ما تطلعش السورس تاني. علشان طبعا الناس ممكن يقول لك ايه من غير ما تفكر، خلي الداتابيس بتاعتك ريليشنال مثلا لو انت هتستخدم كوماندز، ويبقى بالتالي الرايت موديل حتى لو كان اكستنسيف في الكتابه للاجريجيت نفسها او اليوز كيس كامله على بعضيها، فيبقى عندك شويه ريليشنال داتابيسز او تيبلز جوه الريليشنال داتابيس بتاعتك الاساسيه، وانت بتاخد اليوز كيس كلها بالبروسيس بتشوف هي فاليد ولا لا، هل البيزنس انفيرينس انفورست ولا لا، وبعد كده بترايت الايه الداتا بتاعتك سواء كانت في تيبل واحد او اكتر من تيبل. ولكن هو بيحاول بقدر الامكان بقى ان هو يفكر في ازاي هو بدل ما يزود الريدز يحل مشكله الريدز، ان هو يجيب الريدز من اكتر من تيبل، ان هو يبني ماتيريالايزد فيوز. خلينا نكتبها كده عشان الناس ايه تشوفها. الماتيريالايزد فيوز هنا يعني انت بتتكلم سواء ان هي على نفس الداتابيز، لسه ما استخدمناش حل ان هي تبقى داتابيز تانية للريدز. بس الماتيريالايزد فيوز هي يعني ايا كان، هي هو كانه في الغال يعني في الاخر هو كانه سورس تاني برضو، بس في الحاله دي هو تبع نفس الداتابيس. بالظبط كده. بس هنا بقى الموضوع هنا بيمشي ازاي بقى؟ الموضوع هنا في الاستراكشر بتاعه بيمشي بطريقه مختلفه شويه. ليه بقى؟ لان احنا لما نيجي نتكلم مثلا، نفترض ان احنا كان عندنا حاجه مثلا زي كرييت اوردر كوماند. كوماند ده كان عباره عن اتريبيوتس بسيطه جدا، دي تي او بسيطه قوي، تاخد الاوردر اي دي ونفترض، وبتاخد مثلا يعني اري من الايتمز اللي انا عايز اعملها الاوردر ونفترض، وبتاخد الايه
التوتال برايس بتاع الاوردر كله على بعضه. انا مش هنخوض في تفاصيل اكتر من كده. فانت الكريت اوردر كوماند بتاعك ده محتاج ان هو يتهندل، لان هو دلوقتي كوماند وجاي للسيستم. ازاي السيستم يقدر ان هو يهندله بحيث ان هو يعمل العمليات اللي احنا اتكلمنا عنها دي كلها؟ يعني نفترض مثلا انا عندي الكوماند بتاعي ده، فانا عندي هنا مثلا حاجه زي كريت، فهو هيكون انترنالي بيكريت اوردر وبيقلل عدد الايتيمز اللي انا اوريدي عملت لها اشتريتها، وبيشوف البرايس السليم بتاعي، بيشوف انا عندي ديسكاونت ولا لا يحسبه لي، بيقوم بكل البروسس المتعلقه بالاوردر ده. بالظبط كده. الكوماند بتاعي هنا مش اكتر من دي تي او، بيحمل بس البيانات لا اكثر ولا اقل. بيقول يا جماعه والله دي البيانات اللي جات لي لليوز كيس اللي هي اسمها كريت اوردر. مين اللي هيهندل الكوماند ده؟ والله مثلا عندي سيرفيس موجوده اسمها مثلا ايه، كريت اوردر هاندلر. هي بتاخد الكوماند نفسه وبتعمل شويه فاليديشن للكوماند ديتا نفسها عشان تتاكد مثلا ان هو كوماند سليم، وبتستعين بعد كده بالبيزنس بتاعي بقى. يقول لك مثلا والله مثلا انا عايز اكريت الكوماند نفسه، فانا عندي ونفترض مثلا احمد عندي الاوردر انتيتي موجوده، عندي مثلا اوردر ايتم انتيتيز ثانيه، عندي مثلا برايس فالي اوبجكت مثلا، عندي مثلا ولنفترض ادرس فالي اوبجكت، وعندي مثلا ولنفترض توتال برايس مثلا بروبرتي ثانيه، او خلينا مثلا نخليها ان هي فالي اوبجكت عشان شويه انفاريانس ثانيه مثلا على سبيل المثال. فالاجريجيت فيها اكتر من انتيتي دلوقتي واكتر من فالي اوبجكت. دي بس الكومبوننتس البسيطه بالنسبه للاجريجيت اللي انا شغال عليها، وده يوز كيس واحده بس جوه الاجريجيت كلها، لان ممكن يكون في يوز كيسز ثانيه. فانا خدت الكوماند بتاعي وحبيت ان انا هندله. فهنا بقى جه دور الهاندلر. الهاندلر خد الكوماند وعايز يعمل له بروسيس. فالبروسيس ممكن تكون صريحه مع الاوردر انتيتي نفسها، وهي هتهندل كل الكلام ده لانها عندها ميكانيزم تقدر تنفورس البيزنس انفيرينس كلها. زي ما احنا اتكلمنا مثلا كده، ازاي مثلا اتاكد اصل البيزنس بتاعي محتاج انه المستخدم لو هو مثلا مش اقل من مشترك معايا مثلا من 3 شهور ما يعديش مثلا الاوردر بتاعه 60 دولار، مش عارف اتاكد ازاي ان كان مثلا المستخدم له الحق ان هو ياكسس مجموعه معينه جوه الانفنتوري بتاعي ولا لا. مش هنخوض لانه ممكن يكون في 100,000 حاجه البيزنس ممكن يفكر فيها وهكذا. ومش هنخوض برضو كمان قوي في الجزئيه دي بالذات في الدومين دريفن ديزاين، لان احنا ممكن نتكلم في حاجات كتير جدا عن الحته دي. ولكن ان انا اقدر ان انا هاندل الكوماند واقدر في الاخر اتاكد ان انا عندي باوندري واضحه كامله. يعني لو قلت ان دي يوز كيس كامله على بعضيها، اهي دي كده دي كده كلها يوز كيس على بعضيها كامله، هي مكان بقى هي ايه الاركتكتشر ستايل اللي احنا اشتغلنا عليه. فانت هتطلع في الاخر ان انت عندك ديتا محتاجه ان انت تسيبها عندك هنا في الداتابيز. بس هنا بقى في حاجه مهمه جدا احنا محتاجين ناخد بالنا منها. اول حاجه احنا زي ما قلنا فكرنا فيها ان احنا ايه، ان احنا ازاي لما نسيف الداتا دي جوه الداتابيز نفسها، حتى لو هي هتتسيف في اكتر من تيبل، ازاي ان انا اقدر ابديت الماتيريلايزد ايه فيو بتاعي ده. ليه بقى؟ لان والله افترض ان انا كان الموضوع بتاعي عباره عن ان انا هسيف الداتا بتاعتي مثلا في الاوردر ستيبل، وهحط مثلا الاوردر ايتم ستيبل لان لسه بتكلم في ريليشنال داتابيس، واحط مثلا هنا شويه معلومات تانية عن الاوردر نفسه على سبيل المثال، زي مثلا هيدليفر ازاي وهيروح لمين وهكذا. بس انا بقى محتاج ان انا ابيلد اب ماتيريلايزد فيو علشان تظهر مثلا للكلاينت اللي هو الموبايل بتاعي هنا. فالاول كانت عباره عن بس شويه الاوردرز اللي المستخدم طلبها، بس بعد كده بقى احنا حبينا انريتش الموضوع شويه، فحبينا ان احنا نطلع للمستخدم حاجات تانية، زي مثلا مجموع العمليات اللي هو عملها في اخر مثلا شهر، ونفترض ايه هي الاوردرز، كل اوردر راح ازاي، كل اوردر مر بعمليات ايه، مثلا كان بيندنج الساعه كام وامتى استلموا مثلا الريستورانت بتاعي الساعه كام وطلع من عنده الساعه كام، وصل للمستخدم الساعه كام، هل كان في كومنتس ولا لا من المستخدم. فبقى الفيو بتاعي بدل ما هو سيمبل فيو بقى كومبلكس فيو، وبالتالي ظهرت الحاجه ان احنا نحط الداتا بتاعتي في شكل ماتيريلايزد فيو. هنا بقى ده بالنسبه لي عباره عن بروجكشن. خلينا نكتب الكلمه برضه عشان الناس هتشوفها كتير، وهقول لكم ازاي بنبروجكت الداتا في الاخر. هنا الداتا بتاعتي بدل ما كانت في الاول بقى انا لما احب انا ككلاينت ان انا اجيب الداتا بتاعتي عن طريق كويري بسيط زي مثلا هات لي الاوردر ايتمز او الاوردر ليست مثلا لليوزر الواحد، لا الموضوع دلوقتي بقى عباره عن كويري، والكويري برضو بيتهندل عن طريق كويري هاندلر على سبيل المثال. ولكن عشان انا لسه جوه البيرسيستنت ستورج بتاعتي، فانا بدل ما هروح اقرا بقى الداتا دي واجمعها من اكتر من تيبل عشان اطلع الريسبونس بتاعي، انا هروح على طول اجيبها منين؟
من الماتيريالايزد فيوز، وبالتالي الكومبلكستي بتاعت العمليات القراءه قلت، وكل ما هتقل بتاع هيبقى كده الريسورسز بتاعتي هتبقى ايه، هتبقى اخف واخف. لان انا النهارده لو كنت بخلي الريكوست بتاعي يروح للسيستم يقول له بعد اذنك هات لي ليستة الاوردرز بتاعت المستخدم، الموضوع دلوقتي بقى بسيط جدا. الموضوع دلوقتي بقى بسيط، بدل ما اروح انا اجيبه من اكتر من تيبل واجوينهم مع بعضيهم، انا بروح اجيب الريكوردز كلها على بعضيها، اكني بسلكت ستيتمنت بسيطه جدا، بجيب الداتا دي كلها وابعتها تاني افورمها باي شكل بقى، اكس ام ال، جيسون، ايا من كان بقى ايه هي الاركتكتشر ستايل اللي انت حابب تشتغل بيه. احنا بنتكلم هنا عن ريست في الغالب، وبالتالي اللي هيرجع لك هنا ريسبونسيف شكل تكست، ايا من كان بقى هو جيسون هو اكس ام ال ايا من كان. بس الموضوع بقى ابسط ليه؟ لان انت خفيت الحمل من على الداتابيس بتاعتك، وبالتالي الموضوع بدل ما هو عباره عن مجموعه من الكومبلكس كويريز اللي انت بتستخدمها علشان تبيلد اب الريسبونس بتاع الكول بتاعتك دي، بقت عباره عن ماتيريالايزد فيوز وهكذا. طب احنا هنا بقى بنتكلم عن نفس البيرسيستنس، وبالتالي احنا لما بنتكلم عن الكونسيستنسي احنا لسه بنتكلم عن ترانزاكشن واحد بس. اللي حصل ان انا لما بعت الكوماند عشان اكريت الاوردر بتاعي على السيستم، فكل حاجه هنا اتاكدت او بمعنى اصح عملنا انفورسمنت البيزنس بطريقه صحيحه، اتاكدنا ان الباوندري ده سليم مفيش فيه اي مشكله خالص، هندلنا الكوماند بتاعنا بيرسيستنت، اديتها هنا فين في الداتابيس. بس عشان هي موجوده هنا دلوقتي، انا بقى في نفس الوقت اللي انا حطيت فيه الداتا بتاعتي دي قدرت ان انا كمان ابديت الايه الماتيريالايزد فيو، وبالتالي حتى ولو في ريكوردز لاوردرات قديمه، بس انا المره دي بدل الكوماند بتاعي ما كان مثلا كرييت اوردر، لا انا هابديت الاوردر، بس المستخدم نسى ان هو يحط ايتم معين، فاصبح الريكورد اللي موجود هنا ده هو لسه لغايه دلوقتي ايه بيتشاف هنا على ان هو الاوردر القديم. بس علشان انا كل ده سينكرونس بروسيس، مفيش فيه اي سينكرونستي خالص، انا خدت الكوماند اللي هو الجديد بقى بتاعي اللي هو دلوقتي بقى الابديت الاوردر اهو، لكن هنا استعنت بالاوردر الاجريجيت بتاعتي واليوز كيس الكامله بتاعتي، وعندي هاندلر يقدر ان هو يهندل الابديت اوردر ونفترض، وعلى حسب برضو مش هنتعمق في الجزئيه دي، لان ممكن يكون عندي اوردر هاندلر واحد يهندل هو الكوماندات دي كلها، ممكن يكون عندي هاندلر لكل كوماند، لان ممكن الكومبلكسيتي تبقى اصعب في كل يوز كيس. وبالتالي اتاكدت ان انا بعد ما عملت بيرسيست للداتا بتاعتي هنا في نفس الترانزاكشن، قدرت ان انا في نفس الترانزاكشن اعمل ابديت للايه للريكورد الموجود هنا، وهنا بعمل لها ابديت انا براحتي بقى، عايزها اسينك ولا سينك على حسب الكيس بتاعتي يعني. بالظبط كده، وده بقى حاجه مهمه جدا انت ذكرتها دلوقتي، اللي هي سينك ولا اي سينك، هي دي بقى الجزئيه المهمه جدا بقى اللي ممكن تكون بقى التريد اوف الاساسيه اللي هتبني عليها قرارات قدام. حتى في الامبلمنتيشن نفسه احنا لسه ستيل كل ده بنتكلم عن نفس الداتابيس بتاعتي وما طلعتش براها خالص. وبالتالي عشان انا بعمل كل ده في وان ترانزاكشن، خلينا نكتبها كده، ان انا معايا البينيفيتس بتاعت الاسيد بتاعت الداتابيز الواحده، فانا متاكد ان هي اتوميك وكل الحاجات دي، انما لو بدات بقى اروح ان انا بقى الداتابيز منفصله ولا مايكرو سيرفيس، فالموضوع بقى معقد اكتر، بقيت مش قادر، محتاجه منتين انا الكونسيستنسي دي بنفسي يعني. بالظبط كده، فانا لسه بتكلم عن نفس البيرسيستنت ميكانيزم اهي، نفس الستورج بتاعتي اهي، بس انا لسه شغال ترانزاكشن. فانا هنا بتكلم عن حاجه مشهوره جدا اللي هي الايه، اللي هي سترونج consistency. ممكن انا strong consistency اعلى درجات الكونسيستنسي على الاطلاق، فبالتالي انت متاكد مليون في المية ان وانس الرايت يثرو خلاص، انا كده الريد بتاعي في نفس الوقت اتعمل له الايه الابديت، هو وان ترانزاكشن خد الكوماند عمل له هاندلر، الهاندل بتاعت الكوماند نفسها اتاكدت ان كل حاجه اتسيبت في الداتابيس بتاعتي، وفي نفس الوقت عملت ابديت للايه للماتيريالايز فيوز. فبالتالي انا هنا لما باجي اقرا الداتا بتاعتي من جديد على سبيل المثال بكويري معين، انا عندي الكرنت ستيت اللي موجود فيها الايه الريكورد، فكان مثلا الاوردر الاولاني كان عباره مثلا عن الاوردر رقم 1001، عملت له ابديت هو نفسه برضو 1001، بس انا كان عندي شويه داتا حلوين هنا في الريكورد بتاع ال1001 ده، بعد ما انا عملت ابديت للاوردر نفسه في نفس الترانزاكشن قدرت ان انا اعمل الايه ابديت للايه للماتيريالايز فيوز بتاعتي، وبالتالي انا لما اجي ابص على الليسته بتاعتي فالليست هنا اب تو ديت. طب كل ده حللك المشكله، بس انت بقى وصلت لمرحله ان انت برضو لسه عندك الترافيك بتاع الريد بيزيد اكتر وبيزيد اكتر، ومش عايز تروح لمشاكل اكبر من كده في المينتنس، لان انت عايز تفضل برضو في نفس الايه
الريليشنال داتابيس. فتقول طبعا انا ممكن اعمل هنا ايه، خبراء الداتابيس بقى ممكن يجي يقول لك هنا والله انت ممكن يبقى عندك مثلا رايت ريبليكا وعندك اتنين مثلا ريد ريبليكا، فهمتني؟ وبالتالي انت لسه ستيل في نفس الداتا سورس بتاعتك، انت شغال مثلا ماي اس كيو ال او بوستجريس او اي مكان مثلا من ريليشنال داتابيس سيستمز، بس انت كل اللي انت محتاجه ان انت مثلا تعمل شويه ريد ريبليكاس حلوين. اللود كله والشغل كله موجود على الماستر بتاعك، والريبليكاز السليفز اللي موجوده بتكونسيوم الابديتس دي عن طريق الريبليكيشن زي ما انت فاهم، فهمتني؟ فلسه ما طلعتش من المشاكل بتاعتك الايه الاناليسي في ربي، لسه ما طلعتش من الدايره بتاعتك، بس حليت الموضوع برضو بشكل ايه ستيل داتابيز واحده يعني، لحد ما هي داتابيز واحده ما مش متقطعه ولا في مايكرو سيرفيسز ولا الكلام ده بالظبط كده. فاصبح انا دلوقتي انا بدات اشتغل كوماند كويري ايه ريسبونسبيلتي سيجريجيشن، انا فصلت دلوقتي عمليه القراءه عن عمليات الكتابة، بس بدأت ان انا ابروجيكت الداتا بتاعتي بحيث ان انا يبقى عندي شوية materialized views كلها دي normalized، لكن الكلاينت لما بيجي request الداتا دي ما بقاش عنده كم التعقيدات في ان هو يقرأ الداتا دي، ما بقاش بيبعت مثلا query واحد يبقى فيه شوية joins حلوين كده يجمع الداتا دي عشان يقدر ان هو يبعتها. خاصة كمان ان انت ممكن تيجي تتكلم هنا في ايه يا احمد، معلش تتكلم في انك بتبعت request unpaginated مثلا، تيجي تقول انا محتاج ان انا اجيب العمليات اللي حصلت في الستين شهر اللي فاتوا او في السنتين اللي فاتوا او في الخمس سنين اللي فاتوا، فانت على قد ما الريسبونس بتاعك ممكن هيكون كومبلكس، على قد لو الريكوست الواحد في الكويري بيجمع داتا من اكتر من تيبل، فانت تتفرج بقى على حجم الجوينز اللي حصلت دي والاوبتمايزر هيشتغل ازاي على سبيل المثال، خاصه كمان لو انت الداتا بتاعتك مش بيرسيستنت افشنسي، ما عندكش اندكس مثلا واضح ولنفترض، فكل ده انت مش بتحطه في الاعتبار لان السيستم بيبقى شغال، بس كل لما الموضوع بيبقى كومبلكس اكتر او الديماند بتاع الريد بيكتر اكتر، الحاجات دي تبدا تظهر في دماغك عشان تبدا تحلها. ولذلك دايما انت لما بتفكر بالابسط فالاصعب، الابسط فالاصعب. يعني حتى يمكن قبل ما اطلع بماتريالست يوز انا ممكن اعمل ايه، ولا حتى كاشنج لير، خلاص يا جماعه تعالوا نشوف التيبلز بتاعتنا اللي احنا بنقرا منها دي، هل مثلا في شويه اندكسات كويسين ولا لا، يعني هل في اندكسنج ميكانيزم بروبرلي ابلايد ولا لا. طب كل ده حللنا المشاكل بس لسه برضو في ديماند اعلى، حطينا كاشنج، مش عايزين كاشنج، عندنا ريبليكا واضحه مثلا على سبيل المثال وحطينا شويه تيبلز عباره عن ماتيريالايزد فيوز انا بقرا منها على طول لا اكثر ولا اقل. طب لسه في ديماند اكتر، انا عندي دلوقتي ايه، عندي ماستر اساسي بيتم عليه العمليات الاساسيه وريبليكيشن بروسيس حلو قوي واضحه بتاخد الداتا وبتعمل لها ريبليكيشن على ريد مودلز، وبالتالي هنا بقى الصعوبه زادت اكتر لان انت عندك ريد مودل بدل ما هيقرا من الماستر بتاعك ممكن يقرا من الايه، من السليفز، من الريبليكاز، الريبليكاز نفسها، فهمتني؟ ويبقى عندك شويه سكيليبيليتي. تعال بقى اقول لك على اللي ممكن يخليك تفكر حتى تطلع بره بقى ايه الجزئيه دي، اشوف احنا بنطلع من الاسهل فالاصعب فالاصعب، ان انت تيجي تقول ايه بقى، والله انا واحد من الناس حابب ان انا بدل ما ليست الداتا بس هنا في الكلاينت بتاعتي، انا محتاج كمان ادي للمستخدم الامكانيه ان هو يسيرش في الداتا نفسها. بالتالي الداتا ما بقتش عباره عن ليست بس، ده انا الريكوست بتاعي بارامترايزد شوية كريتيريا أساسية أقدر أن أنا أجيبها. وهنا أنت حتى مش بتكويري بس بسيمبل سيلكت ستيتمنت عشان تطلع بس لستة من الداتا، ده أنت ممكن تبقى محتاج أن أنت تستخدم كيبابيليتيز عشان تقدر تعمل سيرش جامل جوه الإيه؟ جوه الريكورس بتاعتك. وبالتالي خد مثلا عندك مثال حقيقي فورتكس مثلا سيرش، فأنت أول حاجة تفكر فيها إيه في الحالة اللي زي دي، هل ما اس كيو ال هيساعدني في حاجة زي كده ولا لأ؟ طب هل الداتا دي انا ممكن ان انا بدل ما احطها في materialized views هل ممكن ان انا احطها في شكل json objects؟ طب لو الجيسون objects دي مثلا موجوده، هل MySQL حتى مع الدعم بتاعها للجيسون capabilities نفسها في الانجن الاخرانيه، اعتقد هي كانت 5.8 حاجه زي كده، هل ممكن تديني الامكانيه ان انا اسيرش في الاستراكشر ده بسهوله؟ فتلاقي ان انت الموضوع عندك ما بقاش بس متعلق بالانفراستراكشر اللي انت بتبنيها او البيرسيستنت ميكانيزم اللي انت مستخدمها، ده الموضوع دلوقتي تطور ان انت بقيت دلوقتي محطوط في مع البيزنس في خانه الياك، انا محتاج ان انا بيزنس نيد لازم تحلها بالظبط، لان انا محتاج كمان ان انا ادي المستخدم الامكان ان هو يدور في الاستراكشرز دي. فتيجي الحاجه بقى ان انت تيجي تقول هنا ايه، انا ممكن مثلا اطلع من الار دي بي ام دي خالص على بعضيها واروح زي ما انت تفضلت وقلت دلوقتي ايه مثلا لنو سيكول ستور، فيجي في دماغك اكتر من حل. ممكن مثلا لو انت بتدور على حاجه تديك فول سيرش مثلا كابابيلتيز محترمه، ممكن تروح مثلا اندكسنج مثلا زي الاستيك سيرش
او سولار مثلا. انا لا انا مش محتاج مثلا، بس انا محتاج مثلا ان انا اصرش بجيسون كابابيلتيز بسيطه، فاروح مثلا مونجو دي بي على سبيل المثال. وعلى حسب طبعا الاستراكشر اللي انت بنيت بيه الماتيريالايزد فيو نفسها، لانه الماتيريالايزد فيو هنا فلات، ممكن تكون عباره عن ستيل برضه احمد معلش تيبل بمجموعه كولونز واضحه. انما انت لما بيكون عندك سكيمالس فيو، فانت ممكن الفيو يكون فيها 100,000 حاجه. ممكن الفيو نفسها تبقى عباره عن دوكيومنت كامل الاوردر وكل تفاصيله وتفصيله كل تفصيله من منها، فهمتني؟ وبالتالي عشان هي سكيمالس كامله، فانا دي بي انا مش هتنفع معايا خالص. انا مش هينفع معايا مثلا حل زي ما اس كيو ال او بوستجريس، حاجه زي كده. حتى لو انا اضطريت ان انا استخدم كابابيلتي واضحه فيها، يعني مثلا دي واحده من ضمن المشاكل اللي انا شفتها في الثلاث سنين اللي فاتوا. كان في شركه من الشركات اللي احنا كنا بنشتغل معاها كانت بتاخد الدوكيومنتس، وكانت مصره ان هي ما تطلعش للكومبلكسيتي بتاعه النو سيكول ستورز، علشان التيم ما كانش فيه العدد الكافي من الناس اللي تقدر ان هي تتفاهم او تتعامل مع المشاكل اللي بتحصل. زي ما انت عارف يعني بيبقى عندك قيود غصب عنك، يعني ان انت ممكن انت فاهم هتتعامل مع 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 حاجه زي مونجو دي بي ازاي او لاستيك سيرش ازاي، بس ممكن نص التيم ما يبقاش فاهم حاجه زي كده. وبالتالي مش هينفع تقول له روح اتشقلب او اعمل ابديتس لنفسك او طور من نفسك او بيبقى في حاجات ممكن تظهر في الطريق انت نفسك حتى مع خبرتك ممكن ما تهندلهاش بسهوله، وهتاخد منك وقت. بالظبط. قال لي البيزنس مش مستنيك انك تطلع الحاجات دي كلها بسهوله الا لو هو عنده وقت. لو انا قابلتني مشكله ادوني شهر بس يا جماعه اروح اقرا الكتاب ده وارجع لكم انا احلها لكم. فهمتني؟ فانت حتى لو عندك النولج، فممكن ستيل لسه تيم ما عندوش نولج لحاجه زي كده. بس هنا بقى انت بدات تفكر انك تطلع بانك تفصل بقى فيزيكلي الداتا سورس بتاعتك، بدل ما كانت عباره عن ار دي بي ام اس مثلا زي ماي اس كيو ال انستنس او بوستجريس انستنس مثلا. لا ده الماتيريالز فيوز دي بتاعتي يا جماعه ما كانتش عباره عن شويه تيبلز، ده انا هفصلها كلها كامله على بعضيها في ستور منفصل مثلا. خلينا مثلا نحطه هنا مثلا كده، خليها مثلا عباره عن مونجو دي بي مثلا. الماتيريالز فيوز هنا بقى عباره عن دوكيمنت كامله سكيمالس. بس ايه بقى اللي حصل بقى هنا؟ معلش بقى ايه اللي حصل؟ اللي حصل عندك بقى ان انت دلوقتي عمليات القراءه دي كانت الاول شويه يعني سيكول ستيتمنتس بسيطه، اتعقدت بقت عباره عن جوينز، طورت شويه في السوليوشن بقى عندك ويل او بروبرلي اندكس تيبلز مثلا، حطيت كاشنج لاير، شلت الكاشنج لاير وحطيت شويه ماتيريالايزد فيوز حلوين عشان تشيل الهاسلنج بتاع المينتنس بتاعت الكاشنج على سبيل المثال. بس وصلت لمرحله ان انت بقى النيدز بتاعت البيزنس بتزيد، فبقى التكنولوجي اللي انت مستخدمها نفسها مش بتديك كل الكابابيلتيز دي. وبالتالي فكرت ولقيت ان انت عندك الامكانيه انك تشتغل مثلا على حاجه زي نو سيكول ستور زي مثلا مونجو دي بي، لان انت هنا البيزنس مديك الحريه انك تختار التكنولوجي، بس في نفس الوقت مديك شويه ريكويرمنتس انت مش هتقدر تحلها مثلا بالتكنولوجي اللي انت شغال عليها في الوقت الحالي. فقدرت ان انت تطلع بالماتيريالايزد فيوز دي بتاعتك، بقت عباره عن شويه دوكيومنتس موجودين هنا عندك فين في اندكس واحد او اندكسين او ثلاثه ايا كان بقى في ايه في مونجو دي بي انستنس موجوده. طبعا انت عارف مونجو دي بي واحد من ضمن التكنولوجيز اللي بتديك سكيلابيلتي دايناميك عاليه جدا، وفي نفس الوقت كمان لو بالذات عندك يعني سيستم عمليات القراءه فيه اكتر بكتير، فطبعا هي هتكون خيار ايه مناسب جدا بالنسبه لك، فهمتني؟ في نفس الوقت هتديك برضو كابابيلتيز ان انت تقدر تتعامل مع الجيسون دوكيومنتس دي بسهوله، لان الاي بي اي بتاعتها ريتش فعلا، لكن ماي اس كيو مش هيديك مثلا الامكانيه في حاجه زي كده. طب انا في الكيس دي انا هيفضل الماي اس كيو اللي هي البرايمري داتا ستور بتاعي اللي بستخدمها في الرايتس، ضفت مونجو دي بي او بقى الاستيك سيرش وات ايفر على حسب البيزنس نيدز بتاعتك كالريدنج لاير او اللاير اللي انا بقرا منها الداتا. بالظبط كده. فاصبح انت دلوقتي الريكوستات بتاعتك بدل ما كانت بتروح للريليشنال داتابيز، لا الريليشنال داتابيز دلوقتي بقت هي الاستورج بتاعت الايه بتاعت الكتابه. لكن انا بجيب الداتا بتاعتي منين بقى؟ من دوكيومنت دي بي او من دي بي على سبيل المثال او اي مكان تكنولوجي انت اخترتها، فهمتني؟ بس تعالى بقى نشوف بقى ايه بقى، ما زي ما احنا قلنا كل سوليوشن انت بتحطه ليه بروز وكونز. بالظبط. بروز وكونز ايه بقى الكونز اللي واضح دلوقتي قدامك؟ اول حاجه هتفكر فيها، اول حاجه ازاي انا لو انا هكتب الداتا هنا هسينك الداتا فين؟ مع مونجو دي بي. طبعا ده مهم جدا. ليه؟ لان انا في الاول مثلا كان الموضوع بالنسبه لي سهله لما كنت برايت الداتا
وكنت بانفورس الانفارينس بتاعتي، وكانت كنت متاكد ان الترانزاكشن الواحد كله كونسيستنت من الالف للياء، فانا سترونج كونسيستنت لغايه هذه اللحظه. وفي نفس الوقت كنت بسيب الداتا بتاعتي ستيل هي كانت في نفس الداتا سورس، بس كنت ببروجكت الريكوست وكنت بكتب ريكورد جديد هنا او بقضيت مجموعه من الريكوردز، فهمتني؟ بس الموضوع دلوقتي اختلف ليه بقى؟ لان انا دلوقتي بقيت بقرا من سورس مختلف تماما، وبالتالي هنا انا علشان اكتب الداتا بتاعتي انا هكتبها هنا، بس ازاي السيستم هيقدر ان هو يقول في نفس الوقت للداتا سورس اللي بره اللي هو بتاع الريد ان انا عملت عمليات ايه؟ right. هنا. ودي بقى الجزئيه المهمه اللي احنا هنفكر ازاي نحلها دلوقتي. طب ايه بقى الحاجه الاساسيه اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي، او السؤال المهم اللي احنا عايزين او المشكله الاساسيه اللي احنا عايزين نحلها؟ الكونسيستنسي. صحيح، في تناسق. ما التناسق بتاعي عباره عن انا الداتا اللي موجوده هنا في الاخر لازم تبقى موجوده هنا. يبقى انا طلعت من هنا، هنا منين بقى؟ من ايفينشوال، من انا اسف من سترونج الايه، هنروح لايفينشوال ايفينشوال كونسيستنسي. انا دلوقتي اول حاجه افكر فيها ايفينشوال. ايفينشوال يعني ايه؟ يعني ايفينشوالي في النهايه اي مكان ان شاء الله هتبقى كونسيستنت. بالظبط كده. امتى بقى ما نعرفش يعني، بس هي ان شاء الله هتبقى كونسيستنت في مرحله ما. مستل خد بالك برضه انت لسه يعني ستيل حتى لو جيت بصيت هنا انت عندك وان ترانزاكشن صح، بتكتب الداتا كلها في نفس الاستورج وعندك ريبليكاس، بس ما هو الريبليكيشن نفسه بياخد برضه وقت حتى لو 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 مايكرو سكندز، فهمتني؟ فهي هي هي مش هقول بنسبه 100% سترونج كونسيستنسي، بس هي لسه برضه ماسكه نفسها صح. لكن انت هنا تتكلم عن ايفينشوال كونسيستنسي، يعني انت محتاج ان انت تاتشيف لو ليتنسي قوي وهاي افيليبيليتي وريلايبيليتي، بحيث ان انا لما اجي اقرا الداتا ات سيرتن بوينت اوف تايم ان انا لازم ايفينشولي الاقي الداتا اللي انا ايه كتبتها. اصبح ان انا الكلاينت بتاعي دلوقتي ممكن يجي يعمل ابديت للاوردر ويعمل ريفريش للصفحه، فهي مثلا السايكل دي كلها لسه هتاخد لها مثلا 3 4 ثواني لغايه لما يبقى المونجو دي بي ريكورد نفسه ايفينشولي ابديتد خلاص. بس هنا بقى التريد اوف بتاعي ان انا عشان طلعت من سترونج كونسيستنسي لايفينشوال كونسيستنسي، فلسه شويه لسه بقى عندي شويه مشاكل تانية لسه ايه هاخد بالي منها. ده لسه كمان انا لسه ما اتكلمتش عن طب ايه بقى الميكانيزم اللي انا هسينك بيه الداتا ما بين اتنين تو ديفرنت ستورجز او تو ديفرنت ميكانيزمز. هنا ماي اس كيو ال مش بتكلم مونجو دي بي بالظبط. الاول كان الماستر بيكلم سليفز، انما انت بتتكلم عن تكنولوجي ملهاش دعوه بالتانيه خالص. وبالتالي هنا بقى انت وصلت للايفينشوال كونسيستنسي، ودي اول مشكله انت بتحاول ان انت تحلها. وعشان انت قلت ايفينشوال يبقى ازاي اتاكد بقدر الامكان وانا لسه جوه السيستم نفسه ان انا شويه الماتيريلايزد فيوز دول او الدوكيومنتس اللي موجودين هنا دول يبقوا اب تو ديت وانس، او يحصل سينك وانس ان يحصل رايت هنا على الايه، على الداتابيز الاساسيه بتاعتي اللي انا استخدمتها للايه، للكتابه بس دلوقتي مش للقراءه. فهنا انت بتفكر في اكتر من حاجه، بتفكر في اكتر من طريقه، بتفكر في اكتر من حل عشان تقدر ان انت تمينتين الكونسيستنسي دي. ناس ممكن تتكلم سينكرونس فيقول لك والله انا ممكن على سبيل المثال في نفس الترانزاكشن بتاعي اللي انا بكتب فيه الداتا بتاعتي اقدر ان انا برضو اعمل ابديت للايه، للمونجو دي بي بتاعي، بس ده هيبطل رايت بالظبط. بس انت انا فقدت الايه، فقدت الترانزاكشنز. انت الترانزاكشن الواحد انا بيهندل تكنولوجي ملهاش دعوه بالايه، بالتانية خالص. وبالتالي هنا السؤال الأساسي بقى هو لو حصل أي مشكلة في الكتابة هنا هتضمن منين إنها كتبت هنا صح؟ ولو أنت بتكتب مثلا يعني in parallel، يعني أنت مثلا قلت asynchronously أنا هكتب الحاجة بتاعتي في الداتابيز هنا ونفترض، بس في نفس الوقت هأبديت الداتابيز اللي هنا. طب افرض دي بقت updated بس دي لسه مش updated، فأنت هتحل المشكلة دي إزاي؟ فشوف كل لما بتطلع من حل للتاني بيبدا يظهر معاك مشاكل اكتر، على قد ما هي بتحللك جزئيه مهمه في السيستم اللي هي دلوقتي الايه البوتل نيك الاساسيه كانت البرفورمانس ايشوز. انا عندي يعني ترافيك عالي قوي في القرايه وحليتها مثلا بان انا حتى دلوقتي فصلت الريد موديل بتاعي، فصلت الريد ستورج بتاعتي كلها على بعضيها، اخترت حتى تكنولوجيا مختلفه تماما، بس عشان دي تكنولوجيا مختلفه عن الثانيه فانا دلوقتي محتاج اشوف ازاي هاتشيف الكونسيستنسي حتى لو هي ايفينشولي، وازاي اقدر ان انا حتى في نفس الوقت اكتب الكلام ده كله ان وان ترانزاكشن بحيث ان انا احافظ على الايه الداتا ديورابل وكونسيستنت مفيش فيها مشاكل خالص. لان ما ينفعش في الاخر انا اجي اقول انا هكتب الداتا بتاعتي مثلا هنا واجي اكتبها هنا في نفس الوقت فتقند اب ان واحده من الاثنين تفيل. فبالتالي هنا
الرايت الاساسيه او انا اسف يا ربي الداتا بتاعتك الاساسيه اللي انت بتكتب عليها لسه لغايه هذه اللحظه ما اتعملهاش ابديت. فهمتني؟ وهكذا. او العكس صحيح، انت مثلا كتبت هنا بس لسه ما وصلتش ان انت عملت ابديت للايه للريكوردز اللي هنا وهكذا. فدايما بتقعد تفكر في ايه المشاكل اللي ممكن تظهر معاك، وهنا عندك ايفنتشوال كونسستنسي. فالناس تيجي تقول ايه بقى، ايه الحاجه اللي احنا ممكن نعملها بحيث ان احنا ما نعطلش الدنيا؟ ليه بقى؟ انا اقول لك، خد بالك انت كل لما يزيد عندك حجم العمليات على السيستم والترافيك نفسه، كل لما انت بتبدا تحسبها يعني باقل وحدات الوقت الممكنه عشان تتاكد ان انت عندك هاي افيليبيليتي، تمام كده، ولو ليتنسي في الريسبونس نفسه. فانت بتيجي تتكلم مثلا في 200 ريكوست في الثانيه غير لما يكونوا 3000 ريكوست في الثانيه مثلا، غير لما يكونوا مثلا 100000 ريكوست في الثانيه، بغض النظر السيستم ده عباره عن ايه، لانه ممكن يكون السيستم ده اصلا اوريدي هوريزونتال سكيلبل بسهوله او مثلا فيرتيكال سكيلبل. فاي مكان السكيلابيلتي استراتيجي اللي انت اخترتها في الوقت الحالي، في لود بالانسر ولا لا، في مثلا اكتر من كلون منه ولا لا، اي مكان ايه اللي انت شغال بيه. فانت بتحاول بقدر الامكان ان انت تفكر ازاي كمان ان انا هقدر احل المشكله بتاعتي، ان انا لو الوقت الواحد اللي انا بختاره علشان احط الريكوست واكتب الداتا بتاعتي في الداتابيز الاساسيه ما يبقاش الريكوست مثلا سينكرونس، في ان هو لسه كمان محتاج انه يكونكت على داتا سورس ثانيه عشان يابديت الداتا اللي موجوده في الداتا سورس الايه الثانيه. خاصه كمان ان انت ممكن يكون الموضوع عباره عن بروجكشن واحد بس هنا النهارده، بس ممكن يكون بكره عباره عن 5-6 بروجكشنز، وكل بروجكشن مختلف في الاستراكشر بتاعه عن التاني تماما. يعني كل قصدك انه ممكن يبقى هالمونجو، ممكن اضطر اضيف سيرش انجن فاضيف برضو الاستك سيرش معايا، فما بقتش سورس واحد بعمل له ابديت، بقى اكتر من سورس. بالظبط كده. هو البروجكشن الواحد كان ممكن يكون تفاصيله مختلف عن التاني. يعني مثلا الاولاني انا قلت لك انا مثلا محتاج ابني ليستنج بيج هنا الصبح، بقينا مثلا بعد 4-5 سنين بقت عباره عن داشبورد كامله. فانت بالكويري الواحده بس بيجيب الداتا بتاعتك حتى استلم من اكتر من سورس، والداتا الديفرنت سورسز دي هنفترض مثلا كمان ان هي مش ديفرنت سورس واحد بس، ده اكتر من بروجكشن جوه السورس نفسه. فبالتالي عشان انت تبيلد اب الداشبورد دي دلوقتي بقى الموضوع بقى معقد اكتر. مش معقد في ازاي هجيب الداتا، لان الداتا في الاول وفي الاخر ممكن تكون ستيل برضو لغايه هذه اللحظه كويرابل، مفيش فيها اي مشكله خالص. لكن ازاي ان انت تمنتين الكونسيستنسي في ان انت لما تكتب الداتا على السورس الاساسي ان انت تسينك الداتا دي تاني للايه للسورسز الجديده. وزي ما انت قلت عشان نخلي الموضوع معقد شويه، تعالى نضيف زي ما انت اقترحت بالظبط كده مثلا Elastic Search اندكس مثلا، او 3 4 اندكسات احنا بنشتغل عليهم مثلا على سبيل المثال اهو. فكده انا الكويري بتاعي بيروح للسيستم ايه، سيستم ايه عارف هيجيب الفيوهات منين بالظبط، او البروجكشنز دي جايه منين بالظبط. بس في اي لحظه من اللحظات زي ما انت عارف ستيل هو ممكن يديك ستيل ايه، ستيل ديتا يعني لسه لغايه هذه اللحظه ما اتعملهاش ايه، ما اتعملهاش ابديت. طب هنيجي بقى نحل مشكله ثانيه، سينكرونس ولا اسينكرونس، يعني حتى السينك نفسه سينكرونس ولا اسينكرونس. نفكر فيها، انت جيت دلوقتي تكتب مثلا اوردر جديد، حلو كده، فاستعنت مثلا بالاوردر اجريجيت ايا من كان بقى الاستراكشر بتاعها عباره عن ايه تاني، مش هنخوض في التفاصيل، وكتبت الداتا بتاعتك هنا في نفس الترانزاكشن بتاعك اللي انت كتبت فيه الداتا. انت لسه الهاندلر مكمل معاك في ان هو بعد ما اتاكد ان الريبوزيتوري سيف الداتا كلها بيرسيستد صح، هو محتاج ان هو يكونكت على مونجو دي بي ويابديت الريكوردز الموجوده، ويكونكت على الاستك سيرش وابديت الاندكس الموجود، يعمل ري اندكسنج دلوقتي، صح كده؟ بالظبط. وبالتالي انت كده لسه عندك عمليتين تانيين. طيب ما كل واحده من دول عباره عن ايه؟ عباره عن نتورك ليتنسي، صح كده؟ هو انت دلوقتي مش على نفس الماشين، وحتى لو على نفس الماشين ما انت تو ديفرنت تكنولوجيز. مظبوط؟ فكل ده انت بتكونكت عليه ولسه هتديله شويه اوامر عشان تتاكد ان كل حاجه صح. وانس ان يجي لك كوميتمنت او اكنولجمنت من الاثنين دول، فانت كده الترانزاكشن ده لسه ايه؟ لسه ما لسه ما طلعش ريسبونس خالص. وفي الحاله دي هو لو قال للسيستم ان كل حاجه تمام خلاص، لان انت كل ده سينكرونس بروسيس واحده بس، سينكرونس ريكوست واحده بس. انما هو هيجي يقول لك احنا اكتشفنا بعد فتره ان الرايت الواحده بتاخد مثلا من 3 4 ثواني. بالظبط، بيتكلم سورسز كتير واحنا عاملينها سينك فموقفه الدنيا. بالظبط. او ممكن يكون في اي كومبلكسيتي في الموضوع، انت ممكن يكون مثلا على سبيل المثال لاي سبب من الاسباب، لاي سبب من الاسباب هو كان سينكرونس ريكويست صح، واحد الصبح والله، ودي بتحصل والله، وزي ما بقول لك اللي حصل بالفعل قبل كده اكتر من مره، واحد الصبح قرر ان هو يحط فايرول هنا. بص اهو
قلت ايه بالصبح يا فتاح عليم الريكوست جاي، فانت عارف طبعا الاوردر بيتكريت، فهمتني؟ فراح يكلم دول يقول له مين سيستم ايه ده، انا ما اعرفش مين سيستم ايه ده، فانت السيستم كله داون دلوقتي. بس انا دلوقتي الريكوست كلها بعد شويه، حتى لو انت ولا مش حاطط سيركت بريكر، لو حاطط، لو جايب العفريت وحاطه، فهمتني؟ ما انت مش هتقدر توصل للاثنين ستورجز دول، فهمتني؟ ففي الحاله دي انت لسه عندك شويه مشاكل ممكن تظهر معاك، فيقوم مفكر يقول لك ايه، خلاص ابعد عن ان الموضوع كله يبقى سينكرونس، خليها سينكرونس حاجه، وزي ما انت قلت بالظبط كده، هنطلع ايه، هنطلع اسينكرونس. طب انت دلوقتي هتفكر فيها، انت هتقول ايه، طب انا عشان احل حاجه زي كده، طب انا هعمل ايه عشان اطلع اسينكرونس؟ اول حاجه هتيجي في دماغي احمد دلوقتي مسجنج، صح كده؟ ان انا السيستم بتاعي ده المفروض انه يكون فيه وسيط، مظبوط، بروكر، بروكر اهو. الوسيط ده مثلا خلينا نتكلم مثلا عن ده، عشان نكتب كده ايه، خلينا نقول ده مسج بروكر مثلا، مسجنج سوليوشن هو عباره عن هنا كومبلكس زياده اتحطت في السيستم. بالظبط كده، ادي كومبلكس زياده احنا ايه، احنا حطيناها، فهمتني؟ اللي هو عامل ايه المسجنج ده اللي موجود هنا ده. فانا دلوقتي بقى ايه، انا الكود بتاعي كان اصلا يعني ماسك نفسه بالعافيه، وعمال بيهندل الرايتس بطريقه معينه، وبيهندل الريدز بطريقه معينه، وبعد ما حتى فصلنا الريدز عن الرايت تماما فيزيكلي حتى، فانا دلوقتي محتاج ان انا اهندل كمان الايه، الابديتس، السينك لسه لغايه دلوقتي انا بفكر فيه، هو دلوقتي ايفينشولي، واحنا عارفين ان هو ايفينشولي ما عندناش اي مشكله خالص، بس محتاجين نياد كومبلكسيتي، ودي مش انسيسري دلوقتي، ده هي نسيسري غصب عننا عشان ايفينشولي الداتا تبقى ايه، تبقى سينكت من هنا لهنا. طبعا اول حاجه هتفكر فيها ان انا اقدر ان انا ابرسيست الستيت دي، ابرسيست الشوتس دي، الابديتس دي ما بين كل ترانزاكشن والتاني، بين كل ريكويست والتاني. فاول حاجه هتفكر فيها ايه، اول حاجه هتفكر فيها ان انا يبقى عندي ايه، هنحطها هنا كده، يبقى عندي، وانا بتكلم عن ايفن ستور لوكالي لا اكثر ولا اقل، لسه ما بتكلمش عن اي حاجه ثانيه خالص بره، تمام كده. فاجي اقول ايه، اجي اقول كاريت اوردر. طب كاريت اوردر ازاي، انا محتاج كاريت اوردر عن طريق ان انا كاريت الكوماند ده، والكوماند ده خد الداتا مثلا من، تعال نحط مثلا هنا عشان برضو الناس تبقى فاهمه، عشان برضو ما تقولش ايه يعني هنا. انا مفترض ان انا همشي السيكونس العادي بتاعي وكاريت الاوردر بكل تفاصيله وكميت في الداتابيز الاصليه، وبعد كده افاير ايفنت ان انا عندي اوردر من النوع او ايفنت من النوع كرييت اوردر. بالظبط كده، كريت الاوردر، خلصت كل حاجه، ظبطت كل الامور، كله بقى بيرسيستد هنا، وبعدين كتبت ايفنتايه فين جديد هنا بقى. افترض بقى ان انا دلوقتي، تعال نريتش الاجريجيت دي، عن الريتش الاجريجيت دي كده، ونقول ايه، ان دي معاها was a was created event، حلو كده كده، ايه، ادي ايه جديده اهي، دخلت الاجريجيت، تمام. طب الاوردر واز كريتد ايفنت دي مش اتحطت هنا في الايفنت ستور بتاعي. فدلوقتي انا محتاج بقى ان الايفنت ستور ده دلوقتي اقدر ان انا اشتغل عليه. فدلوقتي كان عندي كوماند وكان عندي هاندلر، صح كده؟ وعملت انريتش للداتا كلها، وتعالى بقى عملنا كده، ان اوردر واز كريتد ايفنت ايه، دي لا تعرف بالظبط، لان انا الاجريجيت بتاعتي دي الاوردر انتيتي نفسها، نفترض مثلا كان فيها ميثود اسمها ايه احمد، اسمها ميت اوردر، دي بتريجر الايه، اوردر واز ايه، كريت الايفنت دي الوقت دي محتاجه تتسيف، صح؟ على بقى احنا مش هنعقد الدنيا، هنفترض ان الايفنت ستور بتاعي كله عباره عن تيبل موجود هنا فين، في الداتابيز بتاعه، حلو كده. بس مستقبلا بقى انت هتلاقي نفسك انك ممكن تطلع كمان لسوليوشن مختلف تماما، كومبلكس زياده اهي. شوف بقى احنا بنطلع من يعني جراديولي كده، بناخد حاجه حاجه، ابسط فاصعب، فاصعب فاصعب فاصعب، وكل حاجه ليها بروز اند كونز تريد اوفس، وانت عمال بتقارن بينهم، فهمتني؟ وكل ده ادد كومبلكسيتي وانت عمال بتمنتين فيها، تمام كده. انا حطيت الاوردر واز كريتد ايفنت بتاعتي وبقت موجوده هنا، كل ده ان سنجل ايه، ان سنجل ترانزاكشن.
بس انا عندي بقى هنا ليسنر موجود. الليسنر ده بيبص على اي ايفنتايه جديده داخله للايفنت ستور بتاعتي من نوع ايه؟ اوردر واز كريتد. فاصبح ده كده عباره عن 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 ليسنر سيرفيس ثانيه شغال، بس هو عشان بيكيب ليسن للايفنت ستور قال لك ثانيه واحده تعالى ده اوردر جديد اتكريت، فاحنا محتاجين دلوقتي ناخد الاوردر ده ونبدا نعمل ايه؟ نعمل سينك للداتا. مظبوط كده؟ اصبح الاوردر بتاعي ده دلوقتي والليسنر بتاعي ده دلوقتي بدل ما راح لمسجنج، احنا مش هنعقد الدنيا، هاخده من الايفنت ستور ده وهقوم رايح مباشره هكونكت انا بنفسي بقى على الايه؟ على دي بي دي وعلى الاندكس ده واعمل ابديت الايه؟ للريكوردز. تمام كده؟ بس تعالى بقى، انت الموضوع كله كان سينكرونس فكان كله وان شوت، دلوقتي الموضوع بقى ايه؟ بقى اسينكرونس، فانت لسه ما تعرفش الايفنت ليسنر ده شغال ازاي. ما هو الايفنت ليسنر ممكن يكون شغال بروبورشنالي، ممكن يقول ايه؟ يخلي واحد قاعد زهقان مش لاقي اي حاجه يكونسيومها خالص دلوقتي، احنا ان ايه نهدي الدنيا شويه عشان انا عمال ايه اقرا من الداتا اقرا من الداتا. ما انت طول ما انت بتقرا من الداتا بيز احمد انت انت شغال بتقول سيلكت اول فروم التيبل ده في ايفنت جديده، كبر دماغك سيلكت اول، ويمكن ده بيحصل كل مثلا 2 3 ميكرو ثانيه فلود انت عامله على الداتا بيز بتاعتك. ما احنا افترضنا ان لسه ما ضفناش حاجه، ما ضفناش اي بروكر لسه بالظبط كده، فانت ممكن تيجي تقول ايه لا 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 احنا كده ده لود زياده قوي على على الريسورسز بتاعتي، خليها مثلا بروبورشنالي، انا لو كل دقيقه ما لقيتش حاجه خليها شفتها لكل دقيقتين. فده معناه انه انت بتعترف ان هي هتبقى ايفينشوال كونسيستنت مينيمم دقيقتين بالظبط كده، فهمتني؟ بص انت بتتحكم في كل حاجه وانت شايف التريد اوفس كلها واضحه، كل التريد اوفس بالظبط، بس المهم انك تبقى فاهم يعني، هو ده المهم. احنا ده اللي عايزين نوصله للناس يعني ان هم يبقوا فاهمين بس المشكله يعني. فانت هنا الليسنر اهو شغال بس لقط الايفنتاي، فلقط الايفنتاي فخلاص بقى دلوقتي هيبقى اكتف اكتر من الاول لانه ممكن يتوقع ان في ايفنتاي ثانيه بعديها وثالثه بعديها وهكذا، فهمتني؟ فيسويتش كده من من حته الايدل ستيت للفول اكتيفيتي ستيت، وانت اللي بتتحكم في الايه في الريزم ده في الـ في الـ في, الـ في الايقاع ده في الاول او في الاخر، فهمتني؟ وبالتالي انت عندك الايفنت ليسنر ده ممكن يكون هو نفسه السيستم راننج انستنس مثلا ثانيه منه، ممكن يكون سيرفيس ثانيه لوحدها خالص منفصله، فهمتني؟ لا اكثر ولا اقل، بس هي بس بتاخد الحاجه من الايفنت ستور وبتروح توديها فين؟ لهنا. فطبعا انا مش هنعقدها، تعال نقول ان نفس السيستم هي نفس الراننج ايه انستنس. طب انت لو قررت بكره احمد ان انت تخلي الايفنت ستور ده على سبيل المثال على نفس الداتابيز، بس انت عايز تسبلت الليسنر نفسه لسيرفيس منفصل، انت عندك سيرفيس منفصل يعني انت بتمينتين سيرفيس ايه ثانيه اهو، يعني ادد كومبلكس ثانيه انت اللي فيدك كل حاجه. كيف بقى انت قلت ايه حتى الايفنت ستور لغايه هذه اللحظه ما هو برضو الموضوع سينكرونس، هو اي نعم بقى اسينكرونس لان انا خدت بس في وان سينكرونس شوت ان سيفت الداتا في الرايت تيبل بتاعي او الرايت تيبلز بتاعتي او الرايت داتابيس بتاعتي، وفي نفس الوقت كتبت الايفنتايه ودلوقتي انا حطيت ايفنتايه جديده، فاصبح انا خلاص الريكوست خلص خلاص، انما لسه في ليسنر تاني بيريد منين؟ من الايفنت ستور، بيبول من عندي، بيبول من عندك انت من. وبيبوش السينك فين؟ هنا للاثنين دول. ونفس الموضوع لسه برضو ممكن يكون اللي يلعب عباره عن ايه سينكرونس ريكوست يتبعت مثلا هنا للمونجو دي بي، ما هو انت في الاول في الاخر بتبعت ريكوست هو تي سي بي ما هو بس في الاول في الاخر سينكرونس، يعني في احتماليه ان هو يفيل، فهمتني؟ والالاستيك وهكذا. تعالى بقى انت دلوقتي قلت ايه لا انا هكبر دماغي الموضوع ده خالص، ده انا عندي ترافيك اكتر وعندي مانجمنت اكتر، لان الاوردر الواحد لما بيتكريت الموضوع مش ان انا بس هعمل ابديت ريكورد واحد هنا، لا ده الموضوع تشعب عندي وتعقد قوي، ان البروجكشن الواحده اللي انا مثلا بانريتش الداتا فيها او بروجكت الايفنتايه نفسها عشان لما اجي اعمل لها بروجكت مثلا، انا عشان البروجكت الايفنتايه دي بتاعتي انا محتاج ان انا يكون عندي ليسنر منفصل لكل واحده في ايه في دول، لان لسه عندي شويه حاجات لازم اعملها، ممكن تبقى مانيبيوليشن للداتا، ممكن تبقى الترنج للداتا، ممكن تبقى انريتشمنت بطريقه تانية مختلفه تماما خالص، فهمتني؟ فاصبح الموضوع مش هي بس ايفنتاي انا هقراها من هنا عشان اعمل لها بروجكت من هنا فيبقى البروجكشن اب تو ديت، لا ده ممكن يكون في كمان مجموعه ثانيه من العمليات بتحصل، فالليسنر هنا طالع من ان هو سمبل ليسنر لكومبلكس ايه ليسنر برضو جراديولي وهكذا. فيبقى عندك هنا حل تاني تقول عن ايفنت ستور، طب احنا دلوقتي بدل ما نرحم نفسنا احنا نخلي الايفنت ستور ده عشان الاوديتنج، وخلينا نتكلم ايفنت سورس وبعدين دلوقتي تمام، بس هطلع بانتجريشن ايفنت هحميها فين؟ في مسجنج سوليوشن
زي ما انت قلت كده، ممكن يكون بروكر باب سب، ممكن مثلا يكون حاجه رابت ام كيو، هي بس حاجه ترمي الايه الايفنتايه دي، بدل ما هي كده برايفت ايفنتس لوكالي للدومين بتاعي بس فقط لا غير، بقت انتجريشن ايه ايفنت دلوقتي. وما بالك بقى انت ممكن يكون هي مثلا هنا اوردر واز ابديتد ايفنت، او مثلا اوردر واز كريتد ايفنت هنا، بس الاستراكشر بتاعها كانتجريشن ايفنت ممكن تكون اكبر، ممكن يكون فيها انريتشمنت اكتر للداتا، لان انت عندك اكتر من تريد اوف. فاكر احنا لسه كنا بنتكلم عن نقطه مهمه، احنا كنا بنقول ممكن الليسنر هنا يكون في مجموعه من العمليات هو هيعملها عشان يطلع انريتشد كوبي من الداتا، صح كده؟ الليسنر هي نفس الكلام، لا انا لو طلعت بانتجريشن ايفنت مثلا، وعشان اكون سبيسيفيكلي اكتر مثلا ممكن اخليها فات ايفنت، فهمتني؟ فلو انا طلعت بفات ايفنت هنا، فات لانها دسمه، لانها فيها كم معلومات مهم هيسهل الموضوع على الكونسيومرز هنا، فانت هتبعت له الداتا نفسها وليكن الريكورد نفسه، وهو هيندكس عنده بالشكل اللي هو تبع السكيما اللي انت حاططها له ناحيته بالظبط كده. بس الموضوع هنا سهل عليه، بدل ما هو بقى كان بيعمل عمليات تانية، لا انا بس انا برضو حلسن هنا، انا سبسكرايب على السوليوشن ده، انا سبسكرايب هنا مثلا على السوليوشن ده، بس في نفس الوقت انا قدرت ان انا اخد الداتا كامله، لان انا هنا مثلا استخدمت انتجريشن ايفنتايه مثلا فات. والله انا اكتب هنا عشان تبقى واضحه، كان واحد من ضمن الحاجات اللي بيحل لك مشاكل، بس بيفتح مثلا يعني ايه فواضح ملهاش 30 لازمه من بين التيمز وبعضيها، دي ممكن نتكلم عنها بعدين بقى كده. ف انت كده طلعت بايه؟ بمسجنج سوليوشن اهو تاني اهو، وادي ادي كده زي ما انت قلت بالظبط، ادت كومبلكسيتي تانية، صح كده؟ يعني كومبوننت تانية انت بتمنتنها في الطريق، يعني كوميونيكيشن باترنز انت لسه لازم تفكر فيها، صح كده؟ وهسيرلايز الداتا ولا مش هسيرلايز الداتا، وايه البروكر اللي انا هستخدمه، وهيبقى باب سب ولا هيبقى عباره عن ايه بالظبط، فهمتني؟ ولا مثلا نوتيفيكيشنز مثلا وبتفان اوت، ولا افترض للسيستمز الثانيه اللي هي هتكونسيوم الابديتس دي، وهكذا. فانت لسه حتى هتقعد تفكر حتى هطلع من مسجنج للثاني ولا لا. وطبعا كل ده بيختلف على حسب الايه، على حسب اليوز كيسز نفسها. فتفرج بقى انت هنا السي كيو ار اس دلوقتي كباترن قدر ان هو يفصل العمليات بتاعتك ما بين القراءه والكتابه، لانك بقيت شايف ريسبونسابيلتيز واضحه، الرايتس ليها اتجاهاتها وليها الكومبلكسز بتاعتها وليها الكومبوننتس اللي مسؤول عنها و و و والريدز برده موجوده. على سبيل المثال جرادوالي كانت بسيطه بس كبرت وبقت ايفولف للدرجه اللي بقت فعلا كومبلكس بروجكشنز او ماتيرلايزد فيوز، فهمتني؟ بس علشان اقدر اطلع بالسينك ده وتبقى الداتا بدل ما هي كانت strongly consistent في الأول وأوصل بيها eventual consistent، بقى عندي شوية حاجات في النص أنا حطيتها غصب عني لازم أنا أعمل لها إيه؟ maintenance. أنت بتحل بس بيطلع مشاكل تانية، ومع كل حل أنت بيطلع مشاكل تانية وتالتة ورابعة وهكذا. وكل لما بيتعقد السيستم أكتر في الديزاين بتاعه، كل لما بيبقى عندك مجموعة كبيرة جدا من الحاجات اللي لازم تحطها في الاعتبار علشان تقدر أنت تهندلها وهكذا. طبعا إحنا لسه ما اتكلمناش عن أي مشاكل في distributed ديزاين، احنا عملناه ده كله على بعضه، لسه في حاجات تانية كتير، بس اللي احنا عايزين نركز عليه بس هو ده كان الباترن الاساسي بتاعي اللي انا قدرت ان انا استخدمه علشان اقدر ان انا اسينك ما بين الايه، ما بين انا اسف يا ربي اسبليت او اسيجريجيت ما بين الريد موديل بتاعي وبين الرايت. بس انت كده فهمت وتاكدت مليون في المية ان انا لو عندي حجم الابلكيشن او الكومبلكسيتيز بتاعتي او البيزنس انفيرينس بتاعتي اللي موجوده في البيزنس لا ترقى نهائيا انك تستخدم حاجه زي كده، يبقى انت بامانه بتبقى بتضيع وقت وبتاد كومبلكسيتي ملاش اي 30 لازمه لو هتطلع في الاخر انك توصل بالديزاين بتاعك لحاجه زي كده. فبالتالي دايما لازم فكر الواحد يكون منسق على قدر حبه او شغفه ان هو يجرب الحاجه، بس على قدر ان هو يبقى فاهم انه اي حاجه هو بيضيفها فهي بتحل مشكله لكن بتخلق مشكله. طيب خلينا نروح بقى اللي احنا تقريبا كده كفرنا السي كيو ار اس او اللي احنا كنا ناويين عليه، فنبص على اسئله الناس المتعلقه بالكلام بتاعنا. عمرو كالعاده بيسال بخصوص الجزئيه اللي انت كنت لسه بتتكلم فيها عن المسج بروكر، بيقول ان انت هتعوز تستخدم ترانزاكشن اوت بوكس تو انشور ذا مسجز سنت تو ذا بروكر افتر ذا ار بيرسيستد تو ذا داتابيس. تمام، هو مش بالسؤال، هو بيبروبوز سوليوشن للمشكله. هو ده طبيعي جدا، بس احنا هنا بنتكلم في جزئيه مهمه جدا، امتى استخدم ترانزاكشن اوت بوكس؟ لان الباترن ده مشهور جدا، بس بالذات لو انت بتتكلم عن انتجريشن ايفنتس، لان انت لوكالي انت لو عندك الستور بتاعك في نفس السيستم نفسه او في نفس الداتا ستور بتاعتك
فانت مش محتاج تستخدم ترانزاكشن اوت بوكس، مش هيبقى له اي 30 لازمه. هو ايه فكره الترانزاكشن اوت بوكس اصلا؟ بمعنى صح الباترن ده بيقوم على انه انت لما بتيجي تحط الايفنتات بتاعتك او تعملها تريجر، انك ما تبلش الايفنتايه نفسها للمسج بروكر بتاعك. ليه؟ ما هنا احنا هنتكلم في نفس الجزئيه يا احمد تاني. انا عندي على سبيل المثال رايت موديل، مظبوط كده، ممكن يكون بيكتب الستور واحد، والستور الواحد ممكن يكون تيبل او اكتر من تيبل. بس عشان اخد الستيت بتاعتي للانتيتي في الوقت الحالي او الاجريجيت في الوقت الحالي، انا ببرسيست الداتا بتاعتي دي في شكل ايفنتايه. الايفنتايه دي لما اعملها تريجر انا كده ببني الستيت بتاعتي جراديولي واحده ورا الثانيه. دلوقتي الاوردر كاريد، بكره ابديت، مش عارف بعديها بثلاث ثواني حصل ايه على الاوردر نفسه، وهكذا. فانت الايفنت ستور بتاعك لسه ستيل لوكالي، فانا بتكلم عن برايفت او لوكال ايفنتس، ولذلك البرايفت او لوكال ايفنتس لسه ستيل ممكن تبقى في نفس الترانزاكشن بتاعك جوه الباوندري اللي انت شغال عليه جوه السيستم بتاعك. يعني افترض مثلا الايفنت ستور بتاعك كله عباره عن ماي اس كيو ال تيبل لا اكثر ولا اقل، فستيل انت لسه عندك الامكانيه ان انت تريكونستيتيوت الداتا بتاعتك من نفس الستور نفسه. انما انا دلوقتي بقى لو هطلع بره هببلش بره، فواحد يجي يقول لك ايه ببلش بره؟ يعني انا دلوقتي لو على سبيل المثال، على سبيل المثال عندي مثلا الرايت موديل كان عباره عن يوز كيس اسمها كرييت اوردر، وانا جيت اكريت الاوردر فخلاص سيفت الداتا كلها في الداتابيس بتاعتي، بس في نفس الوقت انا مش هاخد اي ريكورد او سناب شوت من الستيت بتاعت الاجريجيت. انا هببلش ايفنتاي على طول انتجريشن لمسج بروكر مثلا زي كافكا على سبيل المثال. ايه اللي هيحصل في حاله زي كده؟ هنا بقى اديني انت بقى الامكانيه ان انت تنشور الكونسستنسي. افرض انه الرايت للداتابيز حصل فيه فيلير، مش الايفنتات ببلشت خلاص؟ خلاص كده الايفنتات ببلشت، يعني معنى ذلك انه اي ليسنر تاني او اي داون ستريم كونسيومر في الخط كله بيكونسيوم الايفنتايه دي، اللي هي نفترض مثلا كان اسمها اوردر واز كريتد ايفنت، بس هي انتجريشن في الحاله اللي زي دي، هو كده بيابديت الستيت بتاعته بحيث ان هو يقول ان في اوردر كذا 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 كاريت. انها في الحقيقه لغايه هذه اللحظه الرايت ستورج بتاعتك الاساسيه لسه ما خدتش الابديتس، لسه حتى ما كريتش الاوردر نفسه، فهمتني؟ فتيجي هنا فكره الترانزاكشن اوت بوكس باترن، ان انت بيبقى عندك كيو اساسي، الكيو ده ممكن يكون برضو ستيل تيبل عادي جوه الداتابيس بتاعتك، ممكن يكون ميكانيزم ثانيه، بس الغرض ان انت تقدر في وان ترانزاكشن تمنتين كونسيستنسي بانك تاخد سناب شوت من الاجريجيت بتاعتك في نفس التيبل الترانزاكشن، فهمتني؟ في شكل كيو عادي جدا جدا، وفي نفس الوقت تسيف الداتا بتاعتك بانك تتاكد مليون في الميه ان الداتا بقت اوريدي بيرسيستد في ستورج واحد. هنا بقى يجي فكره ان انت يبقى عندك بولر تاني، عندك كومبوننت تانيه بيقرا منين؟ بيقرا من الاوت بوكس ده. طيب بيبول منين؟ من الاوت بوكس، اكنه ريبوزيتوري عادي يا احمد. هو ممكن يكون يعني انا بفترض دايما في الحلول اللي زي دي ان انا لازم اكون عملت بيرسيست في الداتابيز الاصليه، بعد كده بقى نشوف السولوشن، لان انا اي سولوشن هكون مش متاكد ان الداتا بيرسيستد في وان ستور انا كده بعرض نفسي ان انا الداتا نفسها كلها تضيع، فانا هبيرسيست في الريليشنال داتابيز لو افترضنا زي الكيس اللي احنا اتكلمنا فيها. بعد كده بقى نبدا نبروبوز ازاي نعرف الناس الباقيه في اسرع طريقه بحيث يبقوا ايفينشولي كونسيستنت بسرعه، يعني في اقل وقت. بالظبط كده، هو السيستم بيتعقد من فتره تانية، بس ترانزاكشن اوت بوكس بيحل مشكله مهمه جدا، وهي ازاي ابلش ايفنتات، ازاي ابلش ايفنتات وفي نفس الوقت كمان اكتب الستور، فهمتني؟ فكده انت عندك البيرسيستنس، انا اسف يا ربي، ترانزاكشن اوت بوكس بيحل لك المشكله دي. ليه؟ لانه لو حاجه حصلت لها فيلير انا مش هكتب حاجه في الاوت بوكس لغايه دلوقتي، الكيو ده مش هياخد ريكورد جديد، فهمتني؟ بس وانس انه خد ريكورد جديد معناها ان انا الداتا بتاعتي اللي كانت موجوده المتعلقه بالرايت ريكوست ده persisted دلوقتي، فاصبح ان انا ممكن ادي السيستم الجرين لايت ببلش الايفنت عادي. طب انا هببلشها ازاي؟ انا هقراها من الاوت بوكس بتاعي، من الكيو بتاعي، فهمتني؟ واقدر ابلشها بقى للبروكر بتاعي اللي انا عايز استخدمه ايا ما كان، تاني رابط ام كيو، النوتيفيكيشن مثلا راحت على نوتيفيكيشن مثلا اس ان اس مثلا في اي دبليو اس، وانت قريتها بعد كده مثلا من كيو تاني، فهمتني؟ راحت مثلا لكافكا كمسجيه ايا ما كان ايه السوليوشن انت هتستخدمه. سيدي الفكره من ترانزاكشن اوت بوكس. حلو جدا. سؤال تاني من باشمهندس احمد كمال، انت قلت ان انت عارفه. طبعا. فالسؤال هو بيقول ممكن امثله عن الحاجه لاستخدام الريد موديل اي ثينك، او هو العربي مع الانجليزي مش واضح، بس اعتقد السؤال الكونتكست بتاعه واضح. هو الايفن سورسنج هنا، الايفن سورسنج هنا بيستخدم دايما، لا انا اسف يا ربي مش دايما، بيستخدم في اغلب الاحيان مع السكيورتي. ليه بقى؟
الغرض من الايفنت سورسنج ان انت ان هو حتى جاي من اسمه، انا بسورس الستيت نفسها من الايفنت ستور بتاعي. يعني انا لما باجي مثلا اقول على سبيل المثال اوردر ولنفترض، فانت لو عندك ولنفترض بابسط ما يمكن من تخيلات اوردر تيبل في الداتابيس بتاعك، انت دايما احمد لما بتكريت ريكورد جديد فانت بتقول انا بكريت اوردر جديد، مظبوط كده؟ فلو عملت ابديت فانت هتابديت الاكزيستنج ريكورد. طول ما انت بتعمل ابديتس وبتبوش ابديتس جديده فبتعمل ايه؟ بتالتر الستيت بتاعه الاكزيستنج ريكورد. لما بتيجي تقرا الداتا بقى دلوقتي، لما بتيجي تقول لي مثلا هات لي الاوردر ده حتى لو هو ريكورد واحد بس، هو بيديك دايما الايه؟ الستاتس كو، الكرنت ستيت بتاعه الانتيتي نفسها بتاعه الاوردر نفسه، مظبوط كده؟ بس انا هسالك سؤال بقى، لو جيت انا قلت لك هات لي كل العمليات اللي حصلت على الانتيتي دي، هتقدر تجيبها لي؟ لا مش تقدر. ليه؟ لان انت دلوقتي بتمنتين الستيت بتاعه الانتيتي بتاعتك وان شوت، فدايما الريكورد اللي عندك بيدي لك الستاتس كو بس. هو انا ممكن اجيبها بس يعني كومبلكس من الوال في بتاع الداتابيز، يعني هنصعب الموضوع على نفسنا ونروح بقى للوج بتاع الداتابيز ونمسح عليها البين لوج بتاعك وانت هتعرف تجيب الحاجه من جواه. اه يعني هو انا احنا هنعرف، يعني انا مش هعرف من الانترفيس الطبيعي بتاع الداتابيز اللي الداتابيز مانجمنت سيستم مديها لي في العادي اللي هو السيلكت والحاجات الجميله اللي مديها لنا، مش هعرف. انما انا لو رحت للوال مكان ال اللوجز بتاعت الداتابيز مكتوب هلاقي كل حاجه، هلاقي بالظبط. ممكن تروح فعلا البين بتاعك تجيبه، فانت لسه اصلا قصه البين دي لوحدها والسي دي سي دي ده عالم ثاني خالص طبعا. فانت كده لما تيجي تبص تلاقي عندك ايه؟ هتلاقي عندك ان انت الايفنت ستور واحد من ضمن الحاجات اللي حلت لك المشكله دي، لان انت مع كل عمليه بتحصل على الاجريجيت نفسها او اليوز كيس الواحده فانت بتريكورد ايفنتها جديد، بتريكورد او بتريجر ايفنتها جديده، هي ريكوردد عندك على السيستم. فكره الايفنت سورسنج بقى جايه من الموضوع ده، ان انا بدل ما باجي اقول على سبيل المثال انا عايزك تجيب لي الستيت بتاعه الاوردر اللي هو رقمه كذا 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 كذا، فتروح انت على التيبل بتاعه وتقول هات لي الاوردر ده بقى الاي دي بتاعي، لا انت بتعمل ريكونستيتيوت للستيت نفسها عن طريق انك تريبلاي الايفنتات كلها من الالف للياء. انت بتريبلاي الايفنتات من اول ايفنتايه لاخر ايه؟ ايفنتايه. فبالتالي انت عندك البروجيكتور نفسه بيعمل ايه او الكونسيومر نفسه بيعمل ايه؟ بياخد الستور نفسه، بياخد الاجريجيت نفسها، بيعرف الاي دي بتاعها عباره عن ايه والانتيتي بتاعتي مثلا عباره عن ايه، ويقول والله هات بقى من اول ايفنتين وطبق 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 لغايه لما توصل للستيت الاساسيه اللي عليها الايه؟ الانتيتي في وقت الحالي. بس طبعا انت بتحل مشاكل كتير جدا جدا، لانك ات سيرتن بوينت اوف تايم او وقت محدد انت ممكن تشوف ايه اللي حصل بالظبط على الانتيتي دي. وطبعا ده مهم جدا في جزئيه الاوديتنج، لانك بتيجي تقول ايه؟ مين يا جماعه اللي غير دي؟ مين يا جماعه اللي عمل دي؟ مين يا جماعه اللي عمل الابديت ده؟ وطبعا ده السؤال الاشهر في عالم الايه؟ في عالم البيزنس بتاعنا، اللي يقول لك هو مين اللي عمل البتاع ده يا جدعان بالله؟ يعني مين اللي تريجر الاكشن؟ وانت لو بتلوت بتقع في مشاكل. بالظبط. نروح لسؤال تاني اعتقد احنا جاوبناه برضو الباشمهندس احمد. بيقول هل لو عندي اي بي اي بسيطه كراد ممكن استخدم حاجه زي سي كيو اس ولا ده اوفر كيل؟ احنا اوريدي قلنا امتى بنحتاجه، يعني غالبا كلنا بنبدا بكراد وبعد كده بنلاقي المشكله اللي الباشمهندس محمد اتكلم عنها وبنتجه بعد كده للحلول بقى، مش لازم نروح على طول سي كيو اس خالص. احنا يعني نروح زي ما هو قال يعني تدريجيا للحل الابسط بقى، ضيف كاشينج لاير، بعد كده لا لسه في مشكله ضيف داتابيز ريبليكيشن، والله لسه في مشكله خلاص يعني روح بقى للسي كيو ار اس وربنا معك. اسئله تاني، هو في اسئله غير تقنيه فانا هخليها للاخر لو في وقت، لو ما فيش خلاص. في اسئله يا جماعه، انا بحب يبقى دايما الاسئله يعني متعلقه بالموضوع. في سؤال هنا بيقول هل السي كيو ار اس make sense separation of concerns if you have one store؟ احنا already اتكلمنا عندي، احنا اتكلمنا في الكيس لو انت one store او لو multiple stores، لا يعني reads في حتة والwrites في حتة، فاتكلمنا لو في database واحدة ولا اكتر من database، باش ونز اتكلم عنها بالتفصيل اعتقد. اعتقد بس في حاجة واحدة بس عايز اعلق عليها، تمام هي بس الجزئيه اللي هو بيقول فيها الباشمهندس اسلام، the CQRS makes sense in terms of separation of concerns if we have one store but it's more complexity without any logic reason. هو هنا حته ال separation of concerns مش واضحه. اصلا انا لما باجي اتكلم عن separation of concerns انا عندي two different responsibilities او multiple responsibilities او multiple views بمعنى اصح. فهنا على مستوى الداتا نفسها ايه هي الحته اللي انت عايز توصل لها
بانك تابلاي سيبريشن اوف كونسيرنز. يعني مثلا انت لما تيجي تطبق مثلا سيبريشن اوف كونسيرنز او سنجل ريسبونسابيلتي برينسيبل مثلا على مستوى الكود، فانت احمد بتبقى عارف، بتبقى متاكد منه في المية ان انا محتاج ان انا يبقى عندي هايلي كوهيزيف ديزاين، عندي جروب اوف 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 اليمنتس انكابسوليتد صح، بتهايد الداتا صح، وفي نفس الوقت بتديك الحريه في انك انها تتشينج مع بعضيها وتتغير مع بعضيها وهكذا، ويبقى عندي كابلنج اقل. لكن ايه الحته اللي هو قصده بيها في حته السيبريشن اوف كونسيرنز عشان نقدر حتى من ايه نرد على السؤال يعني ايه بطريقه سريعه، حتى لو هو مش دلوقتي ممكن حتى يسيب السؤال بطريقه افضل او بطريقه مثلا يعني ديتيل شويه. اعتقد ان هو معانا، هو ضاف حاجه تانية، فاعتقد ان هو معانا. هو بيقول in case of transactional pattern we have worker to pull out box، بس هو تقريبا بيتكلم في نقطه تانية مش نفس النقطه. we fetch messages each second but it's too exhaustive. هو سؤاله، بيقول انه الترانزاكشنال اوتبوكس باترن، انت كده كده عندك اليمنت بيبول الايه المسجز، هو كنا عباره عن كيو، فهمتني؟ فيرست كام فيرست سيرف. ففي الحاله دي فعلا انت لو بتتكلم عن الكيو ده عباره عن كيو ايا ما كان الميكانيزم بتاعته، فهي مرهقه ان انت بتكيب تبول ايه من الكيو نفسه. فالكيو ده لو كان عباره عن داتابيس تيبل، فانت لسه ستيل عندك لود على الداتابيس، فهمتني؟ ولو الكيو ده كان عباره مثلا عن ايفنت ستور بميكانيزم منفصل او مثلا تكنولوجي منفصله، فانت برضو ستيل لسه بتوفرلود الايه الداتا نفسها، بتوفرلود انا اسف يا ربي التكنولوجي نفسها. فايا ما كانت هي عباره عن ايه، فدي واحد من ضمن الحاجات اللي انت بتحطها دايما في الاعتبار. يعني لو عايز يوضحها بجد بطريقه بجد يعني عشان برضو الناس تشوف الفكره صح، هقول لك على حاجه. تعالى نفترض انه الداتابيس بتاعتك دي ما كانتش اون بريمس او في داتا سنتر على سبيل المثال. تعالى نفترض ان هي كانت عباره عن ار دي انستنس مثلا في اي دبليو اس. تمام. فانت عارف طبعا في اي دبليو اس كونسبت البيرس بالانس، البالانس بتاعك، اللي انت لو انت الانستنس بتاعتك او الفيزيكال ماشين بتاعتك تخطت الليميت الاساسي بتاعك، فانت بتخش في حاجز كده زي اللي ايه، انت في فتره سماح واحنا مدينك كده كوتا زياده يقدر تشتغل فيها. فالبيرس بالانس ده لو خلص انا مش هقدر اشتغل اكتر من كده، بس لو انت نزلت عن المعدلات او الثريشولد بتاعك الطبيعي بيبدا البيرس بالانس يكون ايه، ينكريز نفسه تاني، يقول لك خلاص انت ليك 5000 يونت اوف بروسيسنج دي او 10000 يونت مثلا اوف ايه او ميموري دي على سبيل المثال ونفترض، فهمتني؟ فنفس الموضوع اللي هو بيتكلم فيه مهم جدا لو انت بتتكلم عن مانجد سيرفيسز، بس انت بتدفع لها فلوس، ففي بادجت. في الحاله دي فعلا هيبقى الموضوع مرهق، لان انت عمال بتقرا كونستانتلي من الداتابيس، او من التكنولوجيا اللي انت بتستخدمها. وهنا فعلا ده ممكن يكون واحد من ضمن الافكتات اللي انت لازم تحطها في الاعتبار، تريد اوفس اللي انت لازم تحطها في الاعتبار لو انت اون بادجت. تمام. في سؤال هو بيسال التفريق بين المشاكل والايجابيات لو الداتا سينك واسينك، هو احنا جاوبناها يعني، ممكن برضو البشمهندس يقولها لك دلوقتي، بس انا حتى اتكلمت عنها في سلسله داتا انتنسيف في الجزء بتاع الريبليكيشن، هتلاقي 3 او 4 فيديوهات ممكن تشوفهم، هتلاقي فيه كلام كتير بكل الطرق الاسينك ودي مشكلتها، فممكن تشوف الفيديوهات. بس برضو البشمهندس لو حابب يجاوب. هو زي ما اتفضلت احمد بالظبط، انت بالفعل ما شاء الله تبارك الله انت غطيت الجزئيه دي. وهي زي ما انت عارف طبعا التريد اوف الاساسي بتاعتك هي ان انت عندك واحد من ضمن المشاكل اللي هي الكابلنج. ما انت طول ما انت سينكرونس انت لسه ستيل بتلعب في جزئيه كابلنج، انت كابلد لسيستم معين، فهمتني؟ غير لما بيكون مثلا اسينكرونس بيبقى في الغالب يعني اكتر الحاجات اللي انت ممكن تعتمد عليها ان الكونسبت الفاير اند فورجيت هو كوماند وراح، انا ما اعرفش بقى بعد كده هيبروسس ازاي ومش مستني مثلا منك ريسبونس على سبيل المثال، فهمتني؟ او مثلا على سبيل المثال نفترض انا بحط مثلا نقطه الايجابيات الاساسيه بتاعتك في حته ان انا الريكوست تايم بتاعه بيبقى اقل بكتير. وانا لما اجي مثلا استنى الريكوست لغايه لما يخلص، لو انا هعمل السينك للداتا في نفس الريكوست ويبقى عندك مولتيبل ستورج تكنولوجيز، غير لما تكون انت كل اللي بتعمله انك بتابديت الداتابيس بتاعتك بتاعت الرايت وتكتب ايفنتات جديده او تريجر ايفنتات جديده، وبعد كده انت عارف ان في اجزاء تانية في السيستم او كومبوننتس تانية هي اللي بتلسن الابديتس دي وهي اللي بتعمل السينك وهكذا. اعتقد احنا يعني غطينا معظم الكلام اللي احنا كنا ناويين عليه والاسئله. انا بشكر حضرتك جدا على وقتك بجد، انا سعيد جدا ان انت كنت معايا النهارده، واعتقد الناس استفادت جدا، انا عن نفسي استفدت، فانا بتكلم عن نفسي انا استفدت جدا واتعلمت حاجه جديده النهارده.
اتمنى ما تكونش اخر زياره لينا، وان نكررها ان شاء الله في مواضيع تانية بقى. احنا انا عارف احنا اتكلمنا في مواضيع كتير بره الهوا، وان شاء الله نتكلم في حاجات برضو مور ادفانسد، بس احنا بنمهد الطريق للناس بحيث يبقى الكلام مبني على بعضه. يعني حاولنا على قد ما نقدر، انا عارف ان بعض الناس ممكن تلاقي مصطلحات برضو جديدة بالنسبة لهم، فحاول احنا بنسمعك حاجة جديدة ممكن تروح تسيرش عنها، تشوف تحاول تكمل النولج بتاعتك. احنا يعني هو ده مش كورس في الاخر، هو احنا بنفتح سكك للناس. فاتمنى ان احنا نكون اضفنا حاجة في الفيديو ده، وبشكر حضرتك جدا يا باشمهندس محمد، نورتيني بصراحة النهاردة. هاي خليك يا رب، الف شكر ليك وشكرا جدا لهذه الفرصة، وان شاء الله باذن الله باذن الرحمن في مرة تانية ومشي في الناس إن شاء الله. الله يخليك يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم.